دلوقتي في عندنا موضوع اسمه الفولدنج. بعد ما يخلص الفولدنج هتلاقي بقيه الجزء اللي باقي في الامبريولوجي مبني على اللي احنا بنتكلم بيها حاجه اسمها فيتال ميمبرين. خلاص، طبعا الفيتال ميمبرين كلها اسئله نظري مهمه. الفيتال ميمبرين دي اللي هي البلاسينتا والامنيوم والامبريكال كور واليوكسيت، باقي كلهم جزء كمان من بعض. تمام؟ طيب فولدنج بيجي سؤال، عندنا في عندنا عنوان دلوقتي اسمه فولدنج، وده بيجي سؤال يعني ايه فولدنج؟ الجنين هيتني على نفسه، فاهم اللي حضر امبارح الشاف اللي رسم اللي باصين من الجنب قاطعين سجل فين قدام وفين ورا؟ قلنا راس الجنين هنا، احنا هنا كرينيال، وقلنا هنا احنا من ورا كودل. قلنا الجنين مكانه بيبقى في المكان دوت، وقلنا ان الجنين عباره عن ثلاث طبقات، كان طبقتين بايلامينا اكتو اندو، ودخلنا ما بينهم حاجه اسمها انترا امبريون ميزوديرم، لان في ميزوديرم موجود حضرتك في الول في الكوريون كان اسمه اكسترا امبريونيك ميزوديرم. الناس اللي بصت الازرق ده كان اسمها نيورال تيوب امبارح، دي كانت معموله من الاكتو ديرم، واللي باصص معانا كان في حاجه هنا هو اسمها ده اميوتد كافيتي على ظهر الجنين، وده اسمه يوكساك كافيتي موجود على بطن الجنين. خد بالك ان اليوكساك ده بيبقى اندو ديرم، يبقى ده اندو ديرم شايفني، وده اكتو ديرم الناس شايفه، ومفروض هنا هيبقى في ما بينهم الانترا امبريونيك ميزوديرم. طبعا اللي حضر امبارح ايه ده؟ ده امتداد كده من حاجه اسمها البريميتيف ستريك اند نوت اسمها النوتو، والنوتوكورد ده الاكسس اللي على جانبيه هنلاقي فيه الانترا امبريونيك ميزوديرم، يعني الانترا امبريونيك ميزوديرم في هنا وفي الناحيه الثانيه. الناس اللي باصه ايه الاصفر ده وده؟ دول المنطقتين الراوندد اللي عند النهاية الأمامية بتاعت الديسك الجنين القرص، وعند النهاية الخلفية من الديسك الجنين القرص. خد بالك المنطقتين دول اللي مش هيدخل فيهم انترا امبريونيك ميزوديرم، بيحصل هنا فيوجن ما بين الاكتو والاندو، سمينا دي باكو فارنجيال ميمبرين، وسمينا دي كولوكال ميمبرين. انا بقول لك الرسمه في ايه عشان لما اوريك الفولدنج ما تبقاش مستغرب. حبايبي دي كانت حاجه اسمها بيريكارديال كافيتي، دي حضراتكم كانت تبع الانترا امبريونيك ميزوديرم. كان امبارح كنا رسمنا رسمه كده من فوق للجنين بعد ما شلنا الاكتوديرم، وقلنا ان الجنين الاول بيبقى اوبل وبعد كده هو يبقى شكله بير شيب، وبالتالي كنا خدنا ان هنا في النوتوكور وعلى جانبي كده في البارا اكزيال، وبعد كده هنا في انترميديت، وبعد كده هو في حاجه اسمها لاترال. ومعرفش اللي حضر معانا كنا قلنا ان اللاترال ده هو الوحيد بتاع الناحيتين اللي بيكمل مع بعض قدام بالمنظر ده. الناس اللي حضروا كنا قلنا ان اللاترال بليت ميزوديرم النقط الزرقاء دي بيظهر فيها فراغات، وقلنا الفراغات دي هتتحد مع بعض وتعمل لنا كابيتي، والكابيتي ده كان شكله هورس شو شبه حدوه الحصان. قلنا الكابيتي ده كان اسمه انترا امبريونيك ايه؟ سيلوم. سيلوم يعني كابيتي. وقسمنا الكابيتي ده لكام جزء؟ حد يفكرنا؟ ثلاثه. كده احنا باصين من فوق، بعد اذن حضرتك جنين اهو، شلنا الاكتو، وحضرتك شايفين دلوقتي الانترا امبريونيك ميزوديرم. قلنا الكافيتي ده بنقسمه ثلاثة، الحتة اللي في النص سميناها بيريكارديال، والأطراف دي سميناها بريتونيال، واللي ما بين البريكارديال والبريتونيال اسمها لور. أنا بفكرك أهو ده البريكارديال كافيتي. حضراتكم إيه اللون الأخضر؟ كنا قلنا إن الجزء من اللاترال بليت ميزوديرم اللي موجود قدام البريكارديال كافيتي بيسموه الحاجز العرضي، سميناه سيبتم ترانسفيرسا. الحته دي في اللاترال بليت ميزوديرم اللي موجوده قدام البريكارديال كافيتي كان اسمها سيبتم ترانسفيرسا. اخر حاجه عشان هشتغل ايه ده؟ ده كان بروجيكشن من اليوكساك بيدخل في حته اكسترا امبريونيك ميزوديرم.
كان حته الاكسترا امبيونيك ميزوديرمي دي اسمها كونكتنج ستون، والبروجيكشن ده كنا سميناه الام بولز. انا وريتك الرسمه فيها ايه، وتعالى بقى في اختلاف ما بين الرسمتين. بص الرسمه دي هتلاقي الجنين حصل له فولدنج على نفسه، اتنى على نفسه بالمنظر اللي انتم شايفينه ده. اقرا تعريف الفولدنج: ذا بروسيس باي ويتش الجنين الامبريو بيكام فولدد ابون ات سيلف. يعني بص كده، بعد ما كان نايم كده بقى متني بالمنظر ده، يبقى حصل له فولدنج على نفسه الجنين. كل ده اهو الجنين قدام حضرتك. السؤال اللي بعده، بعد تعريف الفولدنج يبدا امتى الفولدنج ويخلص امتى؟ التواريخ دي بتيجي في الام سي كيو على فكره. ابدا عند حضرتك الاسبوع الثالث وابقى كومبليتد عند الاسبوع الرابع. السؤال اللي بعده اسمه ايه بقى؟ حضرتك انواع الفولدنج. هو في انواع الفولدنج؟ قال لك في نوعين. قول لي بص كده معايا بعد اذن سيادتك. لو ده الجنين كده وانت باصص من الجنب، هتني من قدام وهتني من ورا، يسموا التانية اللي من قدام ومن ورا دي سيفالو كودال فولدنج. اسم مقنع. سيفالو يعني ايه؟ يعني قدام عند راسه، وكودال يعني ورا عند ديله. يبقى خد بالك اول تانية عندي بتبقى ما بين قدام ورا اهو، زي الرسمة دي كده اهو، وأمتني كده اهو ومتني كده، يسموا ده سيفالو كودال. استفدت منها حاجة؟ عملت تانية الراس اسمها هيد فولد، وعملت تانية ديله اسمها تيل فولد. دي بقى تانية مش باينة هنا، ليه بقى؟ لو بصيت من قدام يبقى بيحصل فولدنج على الجناب، يسموها لاترال فولدنج. يبقى في تانيتين حصلوا، ها؟ لو باصص من الجنب كده قدام ورا يبقى اسمها سيفالو كودال، عشان تعمل اعمل هيد فولد وتيل فولد. انما لو باصص من قدام كده يبقى في تنايات جانبيه اسمها لاترال فولد. ايه اسباب التنايات؟ ليه الجنين بيتني؟ قال لك لسببين. اول حاجه زياده طول القرص بتاع الجنين، زياده اللونجيتيودينال لينث بتاع الديسك. طب وايه اللي خلى الجنين يطول حضرتك او يزيد في الطول؟ حصل نمو لحاجه اسمها النيورال تيوب، ودي حاجه مش باينه هنا، باينه هنا اللي على الجناب دي اللي بتتقسم اللي اسمها سوماي. دي سبب. التانيه من قدام ومن ورا، دي حاجه بتحصل. الامنيوتيك كافيتي ده عمال يكبر على فكره، كل ده اسمه امنيوتيك كافيتي. كل ما الامنيوتيك كافيتي يكبر يبتدي يضغط على الجنين، فالجنين يتني في الاربع اتجاهات اللي احنا قلناهم، قدام ورا وعند هنا. اقرا اسباب الفولد. حاجتين: زياده اللونجيتيودينال لينث بتاع الامبريونيك ديسك كنتيجه لنمو النيورال تيوب والسوماي، ده اللي هينتج عنه ثانيه اماميه وخلفيه. انما الامنيوتيك كافيتي ده اللي على ظهر الجنين اللي عمال يكبر، حضرتك بيضغط على الجنين في الاربع اتجاهات، فيخليه التاني قدام ورا وعلى اليمين وعلى الشمال. التنايات اللي على الجناب دي اسمها ايه يا اولاد؟ لاترال فولد. الحمد لله. ايه اللي بيحد من تانية راس الجنين وبيحد من تانية ديله؟ النوتو كورد ده نهايته الاماميه فيرم ناشفه، فتحد من تانية راس. البريميتيف ستريك ده كان ورا، بيتكون في خط النص بتاع الكودا البارت بتاع الجنين، ده ناشف فيحد من تانية ديله. يبقى اللي بيعمل ليميتيشن للتنايات بتاعت راسه ورجليه ان دي حتت فيرم، الكرينيا الامد النهايه الاماميه بتاع النوتوكورد، ومن ورا حضرتك اللي يحد من تانيه الديل الجزء الناشف اللي اسمه بريميتيستري. دي عندك خطوات بقى كده مكتوبه، وده بيجي سؤال سولو لوحده. قول الستبس هي الريزلتس بتاعت الفول. اللي بيذاكر من الكتاب هيتجنن، هيلاقي الستبس مكتوبه وبعد كده راح عيدها تاني في الريزلتس ومزود عليها حاجات. انا جمعت الاثنين مع بعض. يبقى لو جه السؤال ريزلتس هي ستبس، يبقى الستبس هي ميم الريزلتس. انا بقول الكلام ده اللي مصمم يذاكر من الكتاب، ذاكر ماليش دعوه، بس هتلاقي الحته دي هتجننك. ليه؟ نفس الكلام اتكتب في الستبس ورجع عدو تاني فين؟ في الريزلت، بس هنا زود جمله وهنا زود، انا لما الجمله كلهم مع بعض. خلاص؟ ايه بقى النتائج او الخطوات؟ امشي كده معايا واحده واحده. الحته الاولانيه دي مهمه قوي، ايه بقى؟ يا رب الناس تبص كده.
هو احنا عندنا ده اسمه amniotic cavity. قال لي اه. هيحصل ايه؟ هيحصل حضرتك expansion للamniotic cavity. يعني ايه expansion؟ بيكبر الamniotic cavity. قال لي طب ما يكبر انت متضايق ليه؟ لما يكبر الamniotic cavity دوت هيحصل ايه؟ هو الجنكشن ده كان ليه اسم، ما اعرفش اللي حضر امبارح يمكن يقول لنا. الجنكشن ده كان ما بين ايه وايه يا ولاد؟ ما بين الاكتوديرم والامنيون. كان في خلايا هنا اسمها امنيون، وسمينا الجنكشن ده اللي حضر امبارح امنيو اكتوديرمال جنكشن. ما هو الايبيبلاست يا جدعان امبارح كانت اتغيرت سمت نفسها اكتوديرم، وده الامنيون الخلايا بتاعته كان اسمها امنيو. هي الامنيو بلاست دي كانت تبع ايه؟ تروفو بلاست ولا امبيريو بلاست؟ امبيريو بلاست يا كابتن. تروفو بلاست ده اللي بتفضل من بره. يبقى دي عندك امنيو اكتو ديرمال جونكشن. بص بقى حبيبي، كل ما يكبر الامنيوتيك كافيتي يحصل ايه؟ كل بص انا عامل ايه بايديا. الامنيو اكتو ديرمال جونكشن ده يتحرك فينترالي لتحت ناحيه الاندوديرم. بص بايديا بيحصل كده. ايه النتيجه؟ بص 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 بص، النتيجه بقت كده اهي، اتكون فتحه الصوره الاوليه بتاعت الجنين. شفت الدايره السوداء دي؟ بريميتيف امبيليكال رين. تاني، كل ما يكبر الامنيوتيك كافيتي يزق على الجنكشن ده يخليه ينزل لتحت ناحيه بطن الجنين فينترالي ناحيه الاندوديرم بتاع اليوكسات، فنعمل فتحة الصورة الأولية بتاعت الجنين بريميتيف امبيريكال رين. عايز حد يقول لي هي الفتحة دي فيها ايه؟ أنا شايف إن الفتحة دي فيها الآتي: النقط الزرقاء دي بتاعت الكونكتنج ستوك دخلت فيها اللي هي البنفسجي، البروجيكشن اللي اسمه ألانتويس دخل فيها، في ضغط هتوصل ما بين اليوكساك وبطن الجنين، السهم الأزرق اسمها فيتيرلاين او فيتيلو انتستاينال دكت. تاني، بعد اذن حضرتك، ده عمال يكبر، فالجنكشن ده عمال يتحرك لتحت فنترالي ناحيه بطن الجنين ناحيه الاندوديرم عشان اعمل فتحه الصوره الاوليه اسمها بريميتيف امبيليكال. خد بالك الجمله دي هتسمعها النهارده كتير قوي. لما اجي اقول لك الامبيليكال كورد عشان يتعمل حبل السوري، اول خطوه فيه تعمل ايه؟ تعمل رينج. مين اللي عمل الرينج؟ تحرك الامنيو اكتوديرمال جنكشن فينترالي ناحيه اندوديرم. ايه سبب التحرك؟ فولدنج. ايه سبب الفولدنج؟ اكسبانشن اوف امنيوتيك كافيتي. حلو قوي. الناس اللي باصه على فكره الرينج فيها النقط البنفسجي، ده الكونكتنج ستوك، واللي مش فاكر يعني ايه كونكتنج ستوك. امبارح خدنا ان في حاجه اسمها اكسترا امبريونيك سيلوم. النبي امبارح رسمنا الرسمه دي للناس اللي ما حضرش معانا. كل بص كده عملنا كده اهو، وقلنا الجنين هنا عباره عن طبقتين، اللي فوق اسمها ايبيبلاست واللي تحت اسمها ايبيبلاست. حلو قوي. ده الجنين لما كان طبقتين قبل ما يبقى ثلاثه، كده كرينيال وكده كودال وكده دورسال وكده فينترال. والله حضرتك اللي حضر معانا امبارح كنا قلنا الجدار ده كان اسمه كوريون، وخدنا ان الكوريون ده اللي حضر كام طبقه؟ ثلاثه. كان منهم حاجه اسمها اكسترا امبريونيك ميزوديرم، وكان الاكسترا امبريونيك ميزوديرم ده خارج الجنين كان بيظهر فيه فراغات بتتحد مع بعض وتعمل كافيتي، كان اسمها اكسترا امبريونيك سيلوم. يبقى الواد الخطير انت عندك اثنين سيلوم في الانترا امبريونيك ميزوديرم، كان اسمك انترا امبريونيك سيلوم، وفي الاكسترا امبريونيك اسمك اكسترا امبريونيك سيلوم. اللي فاكر بقى الحته من الاكسترا امبريونيك ميزوديرم اللي ما فيهاش السيلوم اللي بتوصل ما بين الجنين من ورا والكوريون، الحته دي كان اسمها كونكتنج ستوك. حلو قوي. يبقى دي الكونكتنج ستوك اهي، البروجيكشن اللي كان بيجي من حضراتكم بنقول اليوكساك. اليوكساك اهو، البروجيكشن من اليوكساك اللي بيدخل الكونكتنج ستوك ده كنا سميناه اللي حضر امبارح الانتويس. ادي الالانتويس اهي. الناس اللي باصه لما حصل البريميتيف امبيليكال رينج حبيبي لقينا الكونكتنج ستوك والالانتويس
وضغط هتوصل ما بين اليوك ساك وما بين بطن الجنين اسمها فيترلاين، دول موجودين في البريميتيف امبريكاري. كل ده انا بشرح اول نقطه خلصت. ثاني نقطه حبيبي الامبريو شويه بشويه، كل بص انا بعمل ايه بايديا، الجنين عمال يعمل بلج يعني يبرز يطلع فين؟ في الامنيوتيكال. كل ده الامنيوتيكال بقى الجنين كومبليتلي متحوط بالامنيوتيكال. وعلى فكره الكبد ده فيه فلويد والجنين عايم في الفلويد، يبقى خد بالك مع الحركه اللي حصلت الجنين عمل بلج جراديوالي طلع تدريجيا في الكبدي وبقى متحوط كامل بالكبدي وعايم في الامنيوتيك فلويد. الجنين بقى شكله اسطواني سيلندريكال. ادي تاني نقطه اقرا كده والنبي، ده امبريو جراديوالي بلج ان ذا امنيوتيك كبدي ويبقى كومبليتلي سراوندد بالكافيتي باثنج عايم فيه الامنيوتيك فلويد والجنين هيغير شكله يبقى شكله سلندري. تمام؟ ادي كده نقطتين. نقطه ثالثه بتهيألي قلناها اللي هي ايه؟ زياده الطول بتاع القرص بتاع الجنين هينتج عنه ايه؟ هينتج عنه حضرتك تكوين اتنين فولد، هيد فولد وتيل فولد. والنبي اقرا كده النقطه الثالثه، يقول لك زياده اللونجيتيودنال لينك بتاع الديسك، وقلنا عشان نمو النيورال تيوبل سوماي بينتج عنه السيفالو كودال فولدنج تكون الهيد فولد والتيل فولد. الجملتين الجايين حلوين قوي. هو اليوك ساك ده كان نوعه ايه؟ برايمري ولا سكندري؟ سكندري. كان الاول برايمري عند اليوم ده اللي ذاته التاسع والعاشر، عند اليوم ال 11 وال 12 بقى سكندري. حلو قوي. السؤال حبيبي اليوك ساك ده لما اتنى الجنين، كله يبص معايا بعمل ايه؟ الجنين بيتني كده اهو اهو، تمام؟ حته من اليوك ساك تتشفط جوه بطن الجنين، اليوك ساك ده في جزء منه انكوربوريتد يتشفط جوه بطن الجنين ويعمل الجات، الجات اللي هي الجي اي تي اللي جدع بقى. بنقسم الجات لثلاث اجزاء، الجزء اللي جوه تاني طاس اسمها فور جات، واللي جوه تاني يديله اسمها هايند جات، واللي ما بينهم اسمها ميد جات. حتى عايز اعرف الجات ده اللي هي ايه؟ اللي هي ريت والنفس. الجات ده اللي هو كده. حضرتك عندك البلعوم الفارنكس، بعدين في اوسوفيجس، بعدين في ستومك ده اللي عايز يعرف، وبعدين النص الفوقاني من الاثنى عشر، مش كل الاثنى عشر، وبعدين كل البنكرياس ما عدا النص التحتاني من راس البنكرياس. وحضرتك هنا في حاجه اسمها الاسبلين الطحال، وهنا في حاجه الكبد الليفر اللي انا رسمتهم دول اسمهم فور جاتس. النص التحتاني حضرتك من الاثنى عشر، بقيه الامعاء الدقيقه اسمها جيجنم وإيليم، النص التحتاني من راس البنكرياس، الامعاء الغليظه المصران الاعور سيكم والزايده ابندكس، الجزء بتاع القولون الصاعد اسندنج، والتلتين اليمين بتاع الجزء اللي ماشي بالعرض الترانسفيرس دول اسمهم ميد جات. حبيبي اخر حاجه التلت الاخراني من الترانسفيرس كولون والديسندنج، والجزء اللي بيبتدي حرف اس ويدخل الحوض، والمستقيم والنص الفوقاني من القناه الشرجيه ريكتم وابر هاف اوف ان الكنال دول هاين جات. اصل ما ينفعش اقول للطالب ايه؟ فور جات وميد جات وهاين جات، يعني ايه الجسم دول؟ فور جات اهي اللي مرسوم بالازرق من عند بلعومك للمريء للمعده للنص الفوقاني من الاثنى عشر لكل البنكرياس ما عدا النص التحتاني من راسه والليبر والسبرين دو فور جات. نص تحتاني من راس البنكرياس، نص تحتاني من الاثنى عشر ديودنم، بقيه السمول انتستن، سيكم وابندكس، اسندن كولون، رايت تلتين ترانسفيرس كولون انتميد جات، ليفت تلت ترانسفيرس كولون ديسندن، حرف الاس اللي بيدخل الحوض، ريكتم والنص الفوقاني هنا الكنال انا هايند جات. ارجع لي بقى للي انا بقوله. لما حصل فولدنج حته من اليوكسك اتشفطت جوه بطن الجنين. اقرا اليوكساك في بارت منه از انكوربوريتد انتو الامبريو عشان نعمل الجات في الجي اي تي الجهاز الهضمي. الجزء اللي جوه تانية الراس اسمها الفور جات، الجزء اللي جوه تانية الديل اسمها هاين جات، واللي ما بينهم اسمه. طب هل انا حضرتك الجات
هتفقد اتصالها بالجزء اللي تبقى من اليوكسك خارج الجنين. حبيبي الجنين اخوه اللي بتنام عند الفتحه دي، الفتحه دي يمين صورة الجنين في الامبيليكالرين. يعني معنى الكلام ده الجزء المتبقي من اليوكسك اللي بره بطن الجنين او بره الجسم ده اسمه ديفينيتيف يوكسك، وده مش هيفقد اتصاله بالميد جاد. هتفضل الضغط الخط الازرق ده موصل ما بيننا. الضغط دي في ناس يسموها فيتيل لاين وناس يسموها فيتيلو انتستاينال. على فكره في الاخر بقى اليوكسك ده والضغط دي حجمهم بيقل وبيختفوا، دول بره جسم الجنين، احنا خلاص مش هنبقى عايزينهم. يبقى خد بالك ان اليوكسك كده عدى بكام مرحله؟ ثلاثه. يبقى النهارده لما ناخد اليوكسك تبقى خلصان. الاول كان برايمري يوكسك، ثم سكندري يوكسك، ثم ديفينيتيف يوكسك. طب وهو اليوكسك ده مهم ليه؟ عشان بيصيب الجزء منه جوه الجنين ويعمل الجار. طب هل حضرتك بعد اذنك الجار دي بتفقد اتصالها بالجزء اللي خارج جسم الجنين؟ لا، تفضل متصله بيها بضغط اسمها فيتيل لاين او فيتيلو انتستاينال. هتيجي بقى حضرتك قبل الولاده الضغط ديت هي والديفينيتيف يوكسك حجمهم يقل والديجنريت يتحلل ويختفي. طيب في عند حضرتك نقطه ظريفه قوي، بص لها كده معايا هنا. ايه ده؟ ده بلج بروز عند راس الجنين او في مخ الجنين، اسمه ايه؟ فور برين بلج. اصل احنا بنقسم المخ عقبال املتك زي الجات لفور برين وميد برين وهايند برين. معرفش اعرف الكلام ده ولا لا. الفور برين ده ايه؟ حد يعرف؟ انا اعرف. الفصين الكبار بتوع المخ اسمهم الفور برين. الحته بدايه البرين ستيم الميد برين اسمها ميد برين. البونس والميدالله والسيريبيلم اسمهم الهايند برين. يبقى على فكره الفصين الكبار هم الفور برين. دي زي ما هي ميد برين، البونس والميدالله والسيريبيلم التلاته دول بيسموهم هايند برين. شكرا. خلي بالك انت ما بتبقاش بتحفظ حاجه ما انتش فاهمها. السؤال بتاعنا للناس اللي بتنام حبيبي، الفور برين بلج يعني البلج اللي هيعمله بقى الفور برين الفصين الكبار هيظهر جوه تاني راس الجنين. هو سؤال محرج، هي الدايره السوداء دي كانت ايه يا ولاد؟ ده الكبد اللي اسمه بريكارديال كاب، ده الحته الميديا اللي في النص كرينيال بارت قدام في السيلوم اللي اسمه انترا امبريونيسيوم. هل الفور برين بلج لازق في الدايره السوداء بريكارديال كافيتي؟ لا، ده فيما بيننا لو انت بتشغل دماغك دي، عارف ايه دي؟ قال لي لا، دي فتحه البق الاوليه بتاعت الجنين بيسموها ستوموديوم. بيسموها ايه؟ ده جاوب السؤال ده كده، هو البق بيسموه ايه؟ بيسموه اورال كافيتي او بقال كافيتي. حلو، بعد بقك في ايه؟ ملعومه، فارس. ايه اللي فاصل ما بين الاثنين؟ الاصفر ده كان ميمبرين اسمه باكو، قلت لك لازم قبل الولاده يحصل له ايه؟ عشان العيل يعرف يرضى. فخد بالك بقى الكلام صح ليه؟ دي فتحه البق الاوليه، ده اللي ماشي معايا، لان ده الميمبرين اللي فاصل الاورال كافيتي عن الفارنس. ابو العبيط قال لي هو فين الفارنس ده؟ ما انا كاتب فور جات وبدايه الفور جات عندي كان الفارنس. تلاقي الكلام ماشي والله ورا بعض. يبقى خد بالك ان الفور برين بلج اللي هو البلج اللي هيتعمل في ثانية راس الجنين بالفور برين اللي هو فصين المخ الكبار او سيبريتد من البريكارديال كافيتي بفتحه البق الاوليه اسمها ستوموديوم. وخد بالك ان حضرتك ورا الاستوموديوم يوجد الباكتو فارنجيال ميمبرين اللي فاصل الاورال كافيتي او باكال كافيتي عن الفور جات، والفور جات دي بدايتها اسمها الفارس. طيب في عند حضرتك حاجه كده معرفش شايفها ولا لا، اسمها بيريتونيال كانال. قال لي اه، مالها بقى البيريتونيال كانال دي؟ البيريتونيال كانال دي هتيجي على جانبي الجات، طبعا مش هتبان هنا. البيريتونيال كانال دي هتبقى على جانبي الجات. عارف ليه ولا مش عارف؟ يعني البيريتونيال كانال ده كيس البيريتون اللي هنحطه جواه الاحشاء بتاع الجات. اقرا يقول لحضرتك بيريتونيال كانال بتحوط الجات وهيتكون ميزنتري. سمعت ميزنتري؟ في الكتب
الاندرومي كان في حاجه اسمها سوبيريور ميزنتيريك ارتري. كان ايه دول؟ كان السمول انتستين ليها علاقه ماسكها في جدار البطن الخلفي اسمها ميزنتري. كان السيجمويد كولون ليه علاقه ماسكه في جدار البطن الخلفي. كان في شريان بيدخل الميزنتري دي اسمها سوبيريور ميزنتري، وشريان بيدخل دي اسمها انفيريور. على فكره الاورجن اللي ليه علاقه ده بيتحرك، انما الاورجن اللي ملوش علاقه ثابت على جدار البطن الخلفي. طيب اخر نقطه وخلص الفولدنج بتقول ايه؟ اللي هيبص في الرسمه دي يبقى جدع. هو حضرتك السيبتم ترانسفيرسم كان علاقته ايه بالبريكارديال كاريك؟ قدام كرينيال. بص بعد الفولدنج حبيبي البريكارديال كافيتي جه قدام السيبتم. طب اللي يجاوب دي بيفهم. كونكتنج ستوك والانتويس كان علاقتهم ايه بالكلوكال ميمبرين؟ اودل. لما حصل فولدنج كونكتنج ستوك والانتويس بقوا قدام الكلوكال ميمبرين. هتبص على رسمتين هتطلع كل حاجه. ليه؟ انا رسم لك رسمه اتنين وزودت لك هنا اتنين اهو. الناس اللي بصت بسرعه بقى الثمان خطوات. بيكبر الامنيوتيك كافيتي بيتحرك الامنيوتيدرمال جنكشن نعمل بريمتيف امبيليكال مين. واحد جنين عمال يتزق في الامنيوتيك كافيتي وعاين في السائل وبقى شكله سلندريكال. اتنين مع النمو الطولي بتاعه الديسك بيتكون حضرتك الهيد فولد والتين فولد عشان سيفالو كودال فولدنج. ثلاثه النقطه رقم اربعه جزء من اليوك ساك يتشفط جوه جسم الجنين يعمل جد. الجد دي نقسمها لثلاثه. الجزء بتاع اليوك ساك اللي بره جسم الجنين اسمه ديفينيت اوف يوك ساك ويتصل بالمين جد بيه ضغط. اللي بعديها هيتكون حضرتك حاجه اسمها اللي بنقول البريتونيال كانال حوالين الجد وليها علقه اجزاء معينه في الانتستين مش كل الانتستين. اللي بعديها حضرتك عند تاني راسه مع تكون الفور برين عمل بلج انا سيبريتد من البريكارديوم بفتحه البق الاوليه. اخيرا الناس اللي باصه في حاجات هتعكس وضعها. البريكارديوم اللي كان ورا السيبتم يجي قدامه والكونكتنج ستوك والالنتويس اللي كان ورا الكلوكال ميمبرين يجوا قدامه. خلصنا فولدنج. اقلب الصفحه بقيه الحصه بقى هتلاقي اغلبيه المعلومات انت سامعها. لاسيتا انيو امبيليكال كورد يوكسين خلاص شيل ده وقتنا عنوان اسمه فيتال ميمبرين. هو سؤال ليه ادب مني والنبي؟ انا كنت كاتب على الجروب النبي يا جماعه نزلوا المحاضره على داتا وعلى جروب ايه وعلى هو المحاضره دي بتنزل على الشعب المصري يعني كل الشعب المصري بيوصلوا المحاضره دي لا لا في جروب داتا ده تبع مين؟ الكليه بتاعتها يعني ولا الكليات المجاوره ولا ايه؟ مش فاهم والله. ما ترد عليا يا ابني انت خايف تقول لي ليه؟ انا بسال سؤال ايه جروب الداتا؟ والله ما اعرف انا بسال ايه جروب الداتا؟ طب كلية؟ يعني أي درس أي حد بيشرح فيه ينزل؟ يعني المتداول أنا على بس أنا بروح من النقطة دي بس يعني مش اللي عايز ينزل ينزل عامله إيه؟ بس هي المشكلة بس عشان إيه؟ في حاجة اسمها وكيلة وفي حاجة اسمها عامل أنا بطلع بلاقيه ما علينا. بص حبايبي في عندنا حاجة اسمها الفيتال ميمبرينز. حد يعرف يعني فيتال ميمبرينز؟ دي حاجات هتتعمل من الجنين بس لم تدخل في عمل تكوين الجنين. يعني لما أقصى معلش هي البلاسينتا بتدخل في عمل الجنين؟ لا. هو الحبل السوري بيدخل في الجنين؟ لا. هو الكيس اللي اسمه امنيون اللي فيه الكابيتي ده بيدخل في عمل الجنين؟ لا. يبقى دي حاجات هتتكون من الجنين. اقرا ستراكشرز ديفلوب من السايتو ولكن دو نوت شير لا تشارك
in part formation فعلى الأجزاء من الإمبريو اللي هما مين بقى؟ كوريون أند بلاسينتا. واحدة لي إيه كوريون ده؟ قول له ده أنت نايم على نفسك. كوريون ده اللي هيبعت باللاين اللي هيعمل الجزء الفيتال من البلاسينتا. صح ولا أنا غلطان؟ نبدأ أول حاجة بالبلاسينتا. مفيش رئيس قسم جه ما بيحبش البلاسينتا. يعني البلاسينتا ده عشق الجميع. لأن حاجة مهمة جدا وللأسف مش هيجي سؤال بلاسينتا، ده كل حتة فيها تيجي سؤال. يلا يا عم. أولا أنا رايح هنا كده أجيب لك الرسمة دي للناس اللي حضروا قبل كده. بص هنا كده. ده الجنين. والجنين بيبقى تحت. وادي الحبل السري وادي المشيمه البلاسينتا فوق. طبعا فين الرحم هنا؟ الرحم دايما كده. يبقى دي اليوترس والكلام ده كله جوه اليوترس. الجنين مدلدل لتحت وده الحبل السري امبيريكال كورد ودي المشيمه اللي هي مين؟ البلاسينتا. اقرا تعريف البلاسينتا. ده الاورجن اللي عن طريقه هيحصل اكستشينج تبادل الماتيريال سواء النيوترنس المواد الغذائيه او الجازز ما بين الجنين الفيتس وما بين الام المذر. اصل دي سهله. ثاني عنوان عندنا اكسترنال فيتشرز بتاعه البلاسينتا، الوصف الخارجي كده. يقول لك فول تيرم يعني عند الولاده. تمام؟ على فكره كلمه فول تيرم دي معناها خلاص الولاده قربت. تمام؟ يعني احنا بنتكلم من بدء من الاسبوع ال 37. اصل انت فتره الحمل يا اما 40 اسبوع يا اما 38 اسبوع على حسب انت بتحسب منين بالظبط. لو بتحسب من اول يوم في اخر دوره شهريه جت للست يبقى 40 اسبوع 280 يوم. لو بتحسب من وقت الاخصاب فيرتلايزيشن يبقى 266 يوم 38 اسبوع. احنا بنقول كلمه فول ترم دي معناها بدءا من الاسبوع رقم 7. يبقوا اطلعوا بقى 38 يطلعوا 40 انما حضرتك الجنين اكتمل بدءا من رقم كام؟ الاسبوع ال 37. بص يا عم. اولا البلاسينتا شكلها ايه؟ ما تبصش على الرسمه دي بقى، عايزك تبص هنا. البلاسينتا شكلها ديسك شيب عامله زي القرص. البلاسينتا وزنها ايه؟ طبعا الجنين اهو جوه الرحم والجنين تحت وادي الحبل السري وادي البلاسينتا فوق. حبيبي انت وزنك تقريبا نص كيلو، اقرا 500 ل 600 جرام. الديامتر المحيط 15 ل 20 سم. التخن الثيكنس 3 سم. هي البلاسينتا مكانها فين؟ حد فاكر؟ لو رسمنا اليوترس كده اللي حضر الجرح كان الامبلانتيشن بيحصل الابر بارت بتاع البوستيريور وول قريبا من الفاندس. الفاندس ده اللي هو المكان او الجزء بتاع اليوترس اللي موجود فوق دخول قناتي ايه؟ كالون. الحمد لله. قلنا ممكن يحصل بدل ابر بارت بوستيريور اللي هو الابر بارت انتيريور وول، وده طبيعي. الغير طبيعي ان الانفلتيشن يحصل تحت في اللور بارت اوف ذا يوترس، لان ساعتها هتبقى الدنيا معكوسه، هيبقى حضرتك الجنين فوق وهيبقى حضرتك البلاسينتا تحت، وسمينا دي قلنا بلاسينتا دي، هيجي ذكرها النهارده. طيب في عندكم عنوان بص عليه كده تبع الاكسترنال فيتشرز اسمه سيرفيسز اسطح. انا عندي سطحين. بص المنظر ده كده، بص كده المنظر. انا عندي سطح يا رب الناس تبص ناحيه الجنين اسمه فيتال سيرفيس اهو اللي انا شغلت عليه الخط الاسود، وده ناعم ما فيهوش حتت عاليه وحتت منخفضه، وده متغطي بالامنيون هوريه لك دلوقتي حالا. اخر حاجه بيمسك فيه تقريبا قريب من المنتصف الامبيريكال كورد. يبقى الوضع الطبيعي للامبيريكال كورد ماسك في السطح بتاع البلاسينتا اللي ناحيه الجنين نير السنتر، لان في اب نورماليتي في الاتاتشمنت اوف الكورد للبلاسينتا، في حاجات غير طبيعيه وهيجي ذكرها. السيرفيس ده اللي ان كونتاكت مع اليوتراين وول اللي انا رسمه منقط اسمه حضرتك الايه؟ ماتيرنال سيرفيس. وده على فكره ما بيبقاش ناعم لان بتلاقي في حتت عاليه وحتت منخفضه. بص ده اللي ناحيه الجنين ناعم، والابيض اللي عليه ده الغشاء اللي اسمه امنيون، واللي ماسك فيني بالسنتر يبقى امبيريكال كورد.
ده اللي ناحيه الام لازق في جدار الرحم في اليوتراين وول وبيبقى خشن لان في حتت عاليه وحتت منخفضه عددهم من 15 ل 20 بيسموا الحتت العاليه والمنخفضه دي قطيلدون وبتبقى سيبريتد بجروبز بحفر زي ما انتم شايفين. السؤال بعد اذن حضراتكم بص سيب بقى الرسمه دي وتعالى لي هنا. بص يا كابتن اللي بيفهم ده رب يقول اه. لو ده الجميل وده الامبريكال كورد ودي البلاسينتا حبيبي ده أي سطح في البلاسينتا فيتال اللي ناحيه الجنين وبيدي اتاتشمنت للامبريكال. طب وده أي سطح في البلاسينتا ده الماتيرنال اللي لازق في الجدار الواحد. بصوا حتت عاليه وما بينها جروبس دول اسمهم كوتايلدون. يبقى اقرا عندك ماتيرنال سيرفيس بتلاقي فيه من 15 ل 20 اليفيشن اسمهم كوتايلدون ودول حضرتك سيبريتد باي جروب. مين الديسيديو اللي بتغطي عليا؟ فيزاليس. ما احنا اتفقنا يا جماعه ان الطبقه السوبرفيشال والميدل وقعوا انما حضرتك اللي هيبقى هنا ريليتد للجنين هي الطبقه ميم الداخليه اللي اسمها ديسيديو فيزاليس. طيب انا كده خلصت عنوانين في البلاسينتا. انا هكتب لك عنوانين بلاسينتا عشان ما تتوهش مني. اول عنوان خدناه في البلاسينتا التعريف. بعد كده ثاني عنوان خدناه في البلاسينتا يبقى الاكسترنال فيتشرز اوف الفول تيرم بلاسينتا. بعد كده في عندك عنوان في البلاسينتا حضراتكم اسمه بارتس او فورميشن. ده رب يبصوا حبيبي البلاسينتا جزئين واللي يقول لا يبقى نايم. جزء حضرتك فيتال خاص بالجنين وجزء ماتيرنال خاص بالام. هنسمي الجزء بتاع الجنين كوينيك بليت. عارف ليه؟ قال لي لا معرفش. الرسمه دي اللي شافها امبارح. الجدار ده كان اسمه كوينيك وكان فيه فيلاي اسمها كوينيك فيلاي وكان الحته بتاع الكوريون اللي شايله البلاي اللي هتعشق في الديسيديو اسمها كوريون كوندوزا. اقرا والنبي. الجزء الفيتال اسمه كوينيك بليت ده عباره عن الكوريون كوندوزا. يعني كوريون كوندوزا الجزء من الكوريون اللي شايل تمشي البلاي الويل ديفلوبد اللي هتعشق في الديسيديو. يا رب نبص. الجزء الماتيرنال اسمه ديسيديو بليت من اسمه معمول من ديسيديو بزاز. انا كده خلصت عنوان اسمه بارتس. العنوان اللي بعده وده بقى اول سؤال بيجي ريتم في البلاسينتا اسمه ايه؟ اسمه ستراكشر. يبقى اول عنوان بيجي ريتم في البلاسينتا اسمه ستراكشر التركيب وهتلاقي مكتوب عندك خمس حاجات كلهم قدام. لو انت ما بتشوفش دي مشكلتك الشخصيه. بص يا رسم الجزء ده اسمه كوينيك بليت ده الجزء بتاع الكوريوم اللي هيطلع الفيلاي الواد الجدع. البليت ده الجزء بتاع الكوريون اللي اسمه فرندوزا من اللي مطلع الفيلاي ده كام طبقه؟ والله لو جبت واحد عبيط خليهم اربعه. اميون اللي بيغطي على الفيتال سيرفيس خط بنفسجي اكسترا امبريونيك ميزوديرم سايتو سينسي. يبقى ده الكوينيك بليت ده عقبال امالتك اللي هيطلع منه الكوينيك فيلاي. طيب عايز حد يفهم يقول لي الديسيدوال بليت. بس قبل ما تقول لي الديسيدوال بليت في حاجه حصلت عند الايبكس القمه بتاع كل واحده من التيرشري فيلاي. ايه اللي حصل؟ السايتو خرم السنسيتيو وبقى السايتو متصل مع بعض وعامل طبقه اسمها سايتو تروفوبلاستيك شيل. ما قلتهاش امبارح بقولها دلوقتي. الفيلاي التيرشري دول لان انا الفيلاي بيعدوا في ثلاث مراحل برايمري سايتو يزق السنسيتي. شوف انا بعيد من امبارح اهو اكسترا امبريونيك يدخل في قلب البرايمري يبقى سكن يتكون فيتال بلاد فيسل في حضرتك الميزوديرم بتاع السكندري يبقى دول التيرشري. السؤال بيقول عند الايبكس بتاع كل واحده من التيرشري باللاي البنفسجي السايتو خرم الازرق سنسيتيو وعمل طبقه متصله اسمها سايتو تروفوبلاستيك شيل. عايز حد يقول لي الديسيديو البليت ثلاث طبقات. مين الثلاث طبقات؟ اسمع كده سنسيتيو سايتو ديسيديو بيزاد. ده لو انا جاي من انترنال تو اكسترنال. يا رب حد ينطق. الفيلاي دي اسمها كوينيك ايه؟ فيلاي. دي نوعها ايه؟ تيرشري فيلاي. حد فاكر
هو التيرشري فيلاز دوت، بص له كده كويس، اللي طالع من الكوريون فاندوزا متكون من كام طبقه؟ بص هنا قول لي اربع طبقات، سينسيتيو سايتوس اكسترا امبريونيك ميزوديرم الفيتال بلاد فيسل، وده لاين بخلايا اسمها اندوثيليا. يبقى انا عندي التيرشري فيلاي معموله من كام طبقه؟ يبقى انا الكوريون فليت اربع طبقات، التيرشري فيلاي اربع طبقات، انما الديسيدوال بليت كام؟ ثلاثة. حد فاكر انواع الترشري اجزاء الترشري باللاي ايه؟ اجزاءها اللي جايه من الكرونيك رايحه للديسيدوال اسمها ستيم او انكوري، ودي اللي هتدخل في الديسيدوال وتفرقع البلاد فيسلز عشان تنزل دم الام في سبيسز اسمها انتر فيلاسبيس. البرانشنج دول اسمهم فلوتنج او فري او ابزوربنج، ودول حضرتك اللي بيدخلهم الفيتال بلاد فيسل، ودول عن طريقهم هيحصل اكستشينج للماتيريال اند نيوترانت اند جازز ما بين دم الام ودم الجنين. انا كده للناس اللي نايمه خلصت ثلاث حاجات في الاستراكشر، ابو اربع طبقات كوينت بليت، ابو ثلاثه ديسيدوال بليت، ابو اربعه ترشل باللاي اللي هي الكوينت باللاي. السبيسز دي لو انا قلتها عيب عليا، اسمها ايه السبيسز دي؟ انترفيلز. دي حضرتك موجوده ما بين الستيم او الانكورين بلاد، بتمتد من الديسيدوال ليل كرونيك بليل، دي مليانه دم من الام عن طريق الارتريول والفينيول اللي موجوده في الديسيدوال. سلام قديم. اخر نقطه وخلص لو سمحت الاستراكشر، ايه ده؟ ده امتداد من الديسيدوال بزالس نزل في السبيس رايح ناحيه الكرونيك بليل بس ما وصلش، عمل انكومبليت سيبتم، دي اسمها بلاسينتال او ديسيدوال سيبتا حواجز. عرفت بقى ليه؟ ده اللي بيفهم السطح بتاع البلاسينتا اللي ناحيه الام خشن وفي حتت عاليه وحتت منخفضه، ليه؟ لان السيبتا دي نزلت لتحت، فبالتالي في مكان السيبتا بقى فيه حفره، يبقى انا كل حفره ما بين حتتين عاليين يقابلها في بروز لتحت اسمه بلاسينتال او ديسيدوال سيب. اللي يقول لي الحاجز ده بيتكون من ثلاث طبقات يبقى جدع، ديسيدوال بيزالس متغطيه بالسايد وعليهم سيستم. والله العظيم الرسمه مطلعه كل حاجه، لولا انا مش شايف يعني عليك. يبقى الاستراكشر انا بلم الدنيا تاني خمس حاجات. هذا الكرونيك بليت ابو اربع طبقات والنوم الخارج للداخل. هذا الديسيدوال بليت ابو ثلاث طبقات وقلناهم من الداخل للخارج. هذه الكوينك باللاي اللي هي ترشي وقلنا دي اربع طبقات من الخارج للداخل، وقلنا اجزاء الترشي باللاي ستيم او انكوري، والبرانشنج اسمهم فري او فلوتنج او ابزوربنج. السبيسز اللي مليانه دم من الام دي اسمها حضرتك بتقول لمبرفيلس. الحواجز دي اللي امتدت من الديسيدوال بليت كانت رايحه ناحيه الكوينك بس ما كملتش، عملت انكومبليت سيبتا اسمها بلاسينتال او ديسيدوال سيبتا. العنوان اللي بعده بيجي سؤال سولو اسمه بلاسينتال سيركيوليشن. لو قلت البلاسينتا دي هنقسمها عناوين، او العنوان كان ستراكشر، العنوان اللي بعده اسمه ايه اللي بيكمل نوم؟ بلاسينتال سيركيوليشن. بيقسموا البلاسينتال سيركيوليشن يا اولاد الى جزئين، جزء خاص بالام وجزء خاص بالجنين، ماتيرنال بارت وفيت. لو ما فهمتش العيب عندك انت اللي نايم. حبيبي الوضع كالاتي، الاستيم او الانكورينج باللاي بتدخل في الديسيد وبزالس، ايه اللي يحصل؟ بتفرقع الاوعيه الدمويه، يوجد في الديسيد وبزالس شرايين ارتريول عددهم من 80 ل 100 ينزلوا دمهم فين؟ في السبيس. الحمد لله. هو الدم اللي نزل في السبيس ده اوكسي ولا دي اوكسي؟ اوكسي. حلو قوي. استنى، عن طريق الفري او ابزوربنج او فلوتنج يحصل تبادل الغازات فيتحول من اوكسي الى حلو قوي. يبقى انا حضرتك الجنين هياخد الاكسجين ويتحول الدم ده الى ايه؟ ديوكسي. هيرجع الدم تاني للديسيدوال بزالس عن طريق الازرق اللي هي فينيو. خلاص هو ده الجزء بتاع الام. كل اللي بيحصل ان دول يفرقعوا الديسيدوال ارتريول، ننزل الدم الاوكسي في السبيسز عن طريق البلاي الفلوتنج او الفري او الابزوربنج، يحصل اكستشينج للمواد الغذائيه والجازز،
يبقى الدم ده دي اوكسي يقول لك اتفلو باك ناحيه الديسيدو ورجع تاني للديسيدو عن طريق الفين. عارف السبت قرب الولاده لازم حضرتك الفيلستيسيس دي الدم بتاع الام يبقى كميته تقريبا 150 مللي ولازم يجدد 3 4 مرات كل دقيقه. ايه ده كده الفول ترم بلاسينتا، البلاسينتا خلاص ساعه قريب من الولاده. السبيسز دي تحتوي على دم من الام حوالي 150 مللي ولازم كل شويه كل دقيقه عمال يتجدد 3 او 4 مرات. طب قول لي بقى الجزء اللي خاص بالجنين اللي جدع يفهم. والنبي يا جماعه هو في شرايين بتشيل دم دي اوكسي؟ اه في وانت جنين واحد وفي وانت اتولدت واحد. وانت جنين في شريان يا بلون احمر ده اسمه امبيليكال بارك ده ارتري بس شايل دم. لما اتولدت والنبي اللي حضر امبارح يمكن سمعها معايا كنا قلنا القلب بيطلع منه شريانين، واحد بتاع الدم الاوكسي اسمه والتاني بتاع اللنج دمه دي اوكسي اسمه بالمونري طاق. يبقى ده سؤال ظريف، الشغل اللي بتشيل دم دي اوكسي هو الامبيليكال ارتري وانت جنين وبعد ما اتولدت حاجه اسمها البالمونري ارتري او البالمونري طاق. اسمع قول رايك ايه يا جنين. نعم هناخد الدم دي اوكسي بتاعك ونمشيه في الامبيليكال ارتري جوه الكورد اللي اسمه امبيليكال كورد ونتجه لاني جزء في البلاسينتا الجزء الفيتال وندخل جوه التمشري بالله ونعمل برانشز يعني دم هندخل له ايه اكسجين عن طريق مين السبيس اللي فيه ماتيرنال بلاد وطبعا التبادل بيحصل عن طريق حاجه اسمها ديفيوجن. السؤال اتحول الدم حضرتك اللي هنا اللي هو الفيتال بلاد فيسل من دي اوكسي الى نرجعه للجنين عن طريق ازرق فين اسمه ليفت امبيليكال فين. قال لي اشمعنى ليفت؟ هو الحبل السوري فيه ايه؟ اثنين امبيليكال ارتريز واثنين امبيليكال فين ولكن ملحوظه رايت امبيليكال فين يختفي بسرعه واللي يفضل شغال لغايه الولاده ليفت امبيليكال. نعيد تاني القصه، قصه جميله قوي والله. يا جنين هناخد الدم دي اوكسي من جسمك نمشيه في الامبيليكال كورد فانت اسمه امبيليكال ار ندخله للجزء بتاع البلاسينتا الفيتال ندخله في التيرشري في اللاي ويعمل برانش يحصل اكشين يتحول من دي اوكسي الى اوكسي اللي يشيله بعد كده فين اوصل عن طريق الامبيليكال فين وارجع الدم ده لقلب الجنين. يبقى ده الجزء الماتيرنال وده الجزء. السؤال اللي بعده بيجي سؤال سولو بلاسينتا البارير حاجز البلاسينتا. انا بقول لك البلاسينتا مفيش رئيس قسم ما بيحبهاش تمام. يبقى هنا في عندك عنوان اسمه بلاسينتا البارير. بارير يعني اولاد حاجز. هو ايه الحاجز ده؟ ده غشاء فاصل ما بين دم الجنين اللي في الفيلا عن دم الام اللي في الاسكيس. فين الغشاء ده؟ يا اخي عيب عليه. ما الغشاء ده هو تركيب الفيلاج اللي هو كام طبعه؟ 4 ها؟ سينسيتيو ها؟ سايتو اصفر اكسترا امبريونيك ميزوديرم احمر الفيتال بلاد فيس. حبيبي الغشاء ده اللي فاصل ما بين دم الجنين اللي جوه الفيلس عن دم الام اللي في الانتر فيلس بيس. الغشاء ده هو نفسه حضرتك بعد اذنك تركيب الترشري من لاي 4 طبقات. على فكره الغشاء ده تخين ليه؟ عشان يحمي الجنين ما يعديش حاجه ممكن تاذيه. ولكن بدءا من الشهر الرابع في الحمل تقريبا في النص الثاني بقى من الحمل الغشاء ده يرفع بدل ما هو 4 طبقات يبقوا 2. هتميل هيتبقوا اكتر طبقه جوه واكتر طبقه بره. يبقى سينسيتيو والفيتال بلاد فيسل اندوسير يعني اللي هيختفوا مين؟ سايتو والاسترايم. طب وليه؟ ليه الغشاء بيجي في النص الثاني بتاع الحمل يرفع؟ العيل عمال يكبر ومحتاج حضرتك كميات كبيره ورابيد اكستشينج يعني حضرتك التبادل سريع ما بين دم الام وما بين دم الجنين. والنبي اقرا كده البلاسينتا البارير بيكام ثينر ان السكند هاف اوف بريجنانسي. ليه؟ علشان تؤلوي الرابيد اكستشينج
الاكسشينج بتاع الماتيريال انجازز ما بين المازر والفيتس، ما بين الماتيرنال والفيتال بلس. السؤال ما خلص، انت ما قلتليش ان في بارير، سلام عليك، وقلت لي ان البارير في النص الاولاني من الحمل اربع طبقات تخين، في النص الثاني رفيع طبقتين. ايه فايده البارير؟ اقرا عنك. البارير يفصل دم الام عن دم الجنين، سيبريت الماتيريال من الفيتال بلس. الدم البارير ده بيسمح بالاكسشينج، التبادل بتاع الجازز والنيوتريتيف سبستنس والويست برودكت، الفضلات اللي جايه من الجنين. حبيب البارير بيمنع تعديل البكتيريا واغلبيه الفيروسات، ولكن في فيروسات بتعدي البارير وبتاثر على الجنين وممكن تعمل فيه الوم لعيوب خلقيه. مين اللي بيعدي البارير؟ الايدز اللي هو الهيومن اميونو ديفيشنسي فيروس، نقص المناعه، بوليو مايلايتس، شلل الاطفال. حضرتك في حاجه اسمها روبيلا وفي حاجه اسمها ميزلز. ميزلز يعني حصبه، روبيلا دي اسمها الحصبه الالمانيه. في حاجه اسمها سايتوميجالو فيروس، يعني سايتورليت سيل، يعني ميجالو تكبر، وفيروس بيكبر الخلايا، ده نوع من انواع الهربس. هربس ده فيروس، يبقى دول ممكن يعدوا البارير وياثروا على تكوين الجنين. حبايبي البارير ده بيمنع تعديل الماتيرنال هرمونز، يعني في هرمونات تبع الام، البارير ده يمنع انها تعدي تدخل للجنين، ولكن في بعض الهرمونات المخلقه بتعدي البارير. واحده ست حضرتك حامل ومش عارفه وبتاخد حبوب منع الحمل، مكتوب عندك اسم دواء بروجستيم، ده حبوب منع الحمل. واحده ست حملها ضعيف وبيدوها حاجه تثبت الحمل، لان دايما بيحصل لها اجهاض او صعور. حبيبي في عندك اسم دواء اسمه دايسايلستيل بيسترول، يبقى الدوايين دول بيعدوا البارير. على فكره البروجستين ده بروجستيرون مخلق صناعي سينثيتيك. على فكره الدايسايلستيل بيسترول ده استروجين مخلق. فهمت حاجه؟ واحده ست بتاخد حبوب منع الحمل وهي حامل مش عارفه ان هي حامل، واحده ست حضرتك حملها ضعيف عشان ما يحصلهاش اضطراب بتاخد دواء يثبت الحمل اسمه دايسايلستيل بيسترول. انا كده خلصت بلاسينتا البارير، النص الاولاني تخين اربع طبقات، النص الثاني رفيع طبقتين. انا خدت الفانكشنز والبارير. العنوان الجاي ليكي سؤال سولو، فانكشنز اوف بلاسينتا نفسها، فانكشنز اوف بلاسينتا. احنا قلنا دي كانت الفانكشنز بتاعت مين؟ وهتلاقي منها في البلاسينتا. اقرا يا عم. بلاسينتا مهمه عشان اكستشينج، تبادل الميتابوليك برودكت، المواد الغذائيه، اكستشينج بتاع الجازز الغازات، بتعدي ماتيرنال انتيبوديز، حاجه مفيده انتيبوديز تبع حضرتك بنقول الام، تعدي علشان تحمي الجنين، بس ده بدءا من الاسبوع رقم 14، قبليها ما بتعديش. اطلع هرمونز عندي اندوكراين فانكشن، يعني ده مهم قوي. اطلع بروجستيرون عشان يحافظ على الاندوميتريوم ويخليه تخين. اطلع استروجين بيخلي الرحم ينمو عشان يكبر مع كبر حجم الجنين ويخلي الماماري جلاند يحصل لها ديفلوبمنت اكتر. اطلع هرمون حضرتك اسمه الجونادوتروبين، وده يحافظ على الايه؟ الكوربس ليوتيام لغايه الشهر الرابع. النبي وقلناها قبل كده الكوريون، صح؟ بيطلع حاجه اسمها كوروين الجونادوتروبين اللي بيعمل 200 للكوربس ليوتيام لغايه الشهر الرابع، لان الكوربس ليوتيام ده اللي بيطلع البروجستيرون. في هرمون اسمه سوماتوماموتروبين، بيعمل ايه ده يا ابني؟ بيخلي الجنين يستفيد من الجلوكوز اللي في دم الام، يدي الفيتس فرايورتي على الباترنال بلاد جلوكوز، ويحفز حضرتك نمو الماماري جلاند، ستيميوليت البريست ديفلوبمنت. في فانكشنز ثانيه خدناها مع البارير، ان انا عندي بروتكتد، بمنع تعديه حضرتك البكتيريا ومصطفى الفيروس من الام للجنين. اخر حاجه عندي اكسكريتوري فانكشن، بخلي الجنين يتخلص من مواد سامه اسمها يوريا اند كرياتينين. على فكره اليوريا دي اللي لما بتعلى في الجسم دي تبع الكليه، بتعمل حاجه اسمها باولينا، مرض اسمه يورينيا، وده بيموت. يبقى انا دول الفانكشنز بتوع البلاسينتا. اخر عنوان وخلصت البلاسينتا، وبيجي سؤال سولو لوحده، انوميليز او ابنورماليتيز بتاعت البلاسينتا. ايه الابنورماليتيز بتاع البلاسينتا؟ قال لك اول حاجه في عندك ابنورماليتي في البوزيشن، بيتالي ونهري. كان ايه الابنورماليتي في البوزيشن؟ حد كده يفكرنا؟ البلاسينتا ايه؟ بريم اهي.
كنا خدنا ان في فتحه هنا معرفش الناس تفتكر ولا لا ما بين اليوتراين كافيتي والكافيتي بتاع السيرفكس عنق الرحم اسمها انترنال اوس. قلنا لما المارجن بتاع البلاسينتا يبقى نير الانترنال اوس يبقى اسمك بلاسينتا بريديا بايتانس. قلنا لما المارجن بتاع البلاسينتا بيعمل كفر الانترنال اوس يبقى اسمك بلاسينتا بريديا مارجينال. قلنا لما السنتر بتاعت البلاسينتا يعمل كفر الانترنال اوس يبقى اسمك بلاسينتا بريديا سنترال. قلنا مشكله البلاسينتا بريديا ايه حد فاكر؟ ان ممكن تؤدي الى نزيف قبل الولاده تبع الام والجنين ممكن يموت لو اتشد في البلاسينتا والامبريكال كورد ونزلوا الاول. وقلنا اول ما الست بتيجي لدكتور النساء وبتتابع تعب السونار ويلاقي عندها بلاسينتا بريديا يقول لها لازم الولاده تبقى قيصريه سيزيريان سكشن از هايلي ريكومندد. ادي اول ابنورماليتي اسمه ان بوزيشن. تاني ابنورماليتي الثلاثه قدامك اهو على فكره. ادي حضرتك بعد اذنك دي اللي هي كانت انترايتالس ودي اللي كانت مارجيناليس ودي اللي كانت سنترال. في عندك حاجه اسمها ابنورماليتي ان شيب. على فكره البلاسينتا ممكن ما تبقاش فص واحد، دي ممكن تبقى عامله كده كل بص تبقى باي لوب. البلاسينتا ممكن تبقى ثلاث فصوص كده تراي لوب. دي ابنورماليتي في حضرتك في الشكل. طيب abnormality in number كل بص ممكن يبقى في اثنين بلاسينتا اخوات توين وكل واحده ليها الامبريكال كورد بتاعتها يبقى اثنين سيتر بلاسينتا وكل واحده ليها كورد. ممكن تلاقي بلاسينتا حضرتك بعد اذنك كبيره وملحق معاها حته صغيره كده سمول اكسسوري بلاسينتا. يبقى المين بلاسينتا از اكومبانيد بسمول فيسموه اكسسوري. تمام. طيب في عند حضرتك حاجه اسمها الابنورماليتي. احنا خدنا في البوزيشن والشيب والنمبر. في عندك ابنورماليتيز في الاتاتشمنت اوف ذا كورد. يا كابتن ايه ده؟ حضرتك بعد اذنك لو جيت بصيت طبعا دي الاكسسوري تمام. هنا بقى ايه المفروض ان الامبريكال كورد يمسك في البلاسينتا مباشره؟ لا، هنا الامبريكال كورد مش ماسك في البلاسينتا مباشره، ده ماسك عن طريق اغشيه ميمبرين يسموها فيلامينتس. انت قلت لي المفروض الامبريكال كورد يمسك في الفيتال سيرفيس نير السنتر، ده عامل زي مضرب التنس، ده انا ماسك حضرتك في المارجن اوف ذا بلاسينتا سموها باتل دور بلاسينتا. يبقى الابنورماليتيز في الاتاتشمنت اوف كورد المفروض ان الكورد يمسك في البلاسينتا مباشر، هنا عن طريق ميمبرين سميناها فيلامينتس. المفروض اني بمسك في الفيتال سيرفيس نير السنتر، لو مسكت في المارجن يبقى اسمي باتل دور. نعم. دي ما تأثرش قوي، انما دي مشكله لانها ممكن تنفصل. تمام. بالنسبه لحضراتكم احنا بنقول داعي خلقي، يعني ممكن يأثر ممكن ما يأثر، بس حاجه غلط في تكوين الجنين. في عندنا ابنورماليتيز في الدايمتر. احنا قلنا المفروض الدايمتر يبقى من 15 ل 20 والبيكنس 3. في ناس عندها البلاسينتا دي بتبقى رفيعه قوي وعريضه قوي، تبقى وايت انتين، تبقى عامله زي الغشاء يسموها بلاسينتا ممبرينيك. يعني الاوحش بقى انوميلي، الانوميلي المنيل ده، وانا جبت سيبتم ده. اذا اقول لك البلانتيشن بيحصل في الاندوميتريا ما بين الطبقه الميدل والطبقه الانر تسيبوا بزياز حبيبي. هنا بقى حصل انفلتريشن غزو. يعني ايه بقى غزو؟ حضرتك انا ما اكتفيتش بالاندوميتريا، غزو لما ادخل امسك في اليوترس في التيشو نفسها يسموها بلاسينتا اكريتا. كله بقى يبص، لو انت دخلت على المايوميتريم العضل اسمها انكريتا، لو خرمت العضل البلاسينتا وواحد مسكت في الغشاء البيبيتوني اللي بيغطي الرحم من الخارج يبقى اسمك بلاسينتا بيركريت. الحالات دي ستنتهي بان احنا لازم حضرتك نشيل الرحم تماما، نعمل ست حاجه اسمها هيستريكتومي، ازاله الرحم، لان ما بنعرفش نفصل البلاسينتا عن الرحم. يبقى خد بالك اخر عيب عندك ان انا ما اكتفيش بالاندوميتريم، ابتدي اخترق في التيشو بتاع اليوترس يسموها انفلتريشن. هنا حضرتك الانفلتريشن بيسموه اكريتا، انما لو دخلت بعنف في العضل مايوميتريم يبقى اسمه انكريتا، لو خرمت العضل ورحت مسكت في الغشاء البيبيتوني اللي بيغطي اليوترس يبقى اسمك بيركريتا. شفت عناوين البلاسينتا اللي بتيجي؟ حضرتك ستراكشر سيركيوليشن
barrier placental function abnormalities. هتلاقينا موضوع تاني ظريف قوي، هتلاقي اغلبيته انت عارفه اسمه امنيون. يلا كده بص يا استاذ الطاهر، الرسمه دي هناخد فيها الامنيون والامبيريكال كورد واليوكسك مع بعض. بص لي بقى كده، المعلومات على فكره مبنيه على حاجات انت سمعتها امبارح، بيقول لي لا العيب عنده مش عندنا. هو ايه الامنيون ده يا اولاد؟ لما بنبص كده على فكره، بص كده، الامنيون هو الخط الاسود ده كابتن، ده الول اوف الامنيوتيك كافيتي. بص كويس، ده اسمه امنيوتيك كافيتي. بص الجنين، الجنين عايم في الفلويد وكله متحوط بامنيوتيك كافيتي، ودي من نتائج الفولدنج، ان لما بيحصل حضرتك بنقول اكسبانشن، وحضرتك قلنا الامنيو اكتوديرمال جانكشن بيروح فينترال، قلنا حضرتك ساعتها ان بتكون البريميتيف امبيريكال رين والجنين عمال يتزق بلج في الامنيوتيك كافيتي، يبقى كله متحوط في الكافيتي وعايم في الامنيوتيك فلويد وشكله بقى سلندر. يبقى الخط الاسود ده اسمه الامنيو، ده الجدار بتاع الامنيوتيك كافيتي. طبعا الامنيون ده ليه سؤال، يا اما هيجي الفورميشن يا اما هيجي الفلويد. يبقى السؤال يا اما هيجي امنيوتيك كافيتي فورميشن يا اما هيجي الفلويد. يلا يا عم بص يا كابتن، هيقول الكلام ده غريب ما حضرش امبارح. ده الجنين لما كان طبقتين وكده كرينيال وكده كودال وكده ظهر دورسال وكده بنتال. يا رب حد يقول لي، هو قبل الرسمه دي مش كان الجنين اسمه بلاستوسيست وكان الجدار الخارجي اسمه تروفو بلاست؟ حلو قوي، خليك بس معايا، ادي تروفو بلاست. وحضرتك كان فيه الخلايا الداخليه كان اسمها امبيريو بلاست. والنبي يا عم، ادي الامبيريو بلاست الخلايا الداخليه كانت كده. حتى سمينا القطب اللي عنده الخلايا دي ايه؟ حد فاكر؟ اسمه امبريونيك بول، وده اللي كان بيبدا الامبلانتيشن، كنت ببدا الامبلانتيشن في البلاستوسيست بالامبريونيك بول. والله اللي حضر امبارح، كنا خدنا ان في فلويد هيدخل ما بين خلايا الامبريو بلاست، ونعمل كافيتي اسمه امنيوتيك كافيتي. بص يا كابتن المنظر الحلو ده، الكافيتي ده للناس اللي بصة معايا، كان حضرتك ما بين خلايا اسمها الايبي خلاص، وبقيه الخلايا دي اسمها امنيوبلاست. اهو يا حبيبي، ادي دي الايبي بلاست وادي دي الامنيوبلاست. على فكره الناس اللي بصة، ده الكافيتي بتاعنا اللي اسمه امنيوتيك كافيتي، وده الجنكشن للناس اللي صاحيه اللي ما بين الايبي بلاست اللي هتبقى اكتوديرم الكلام بيتعاد، وما بين الامنيو بلاست اللي اسمها امنيو اكتوديرمال جانش. كلام قديم ده، رب حد يجاوب. كان بيحصل ايه مع كبر الامنيوتيك كافيتي؟ الجانشن ده يتحول لفين؟ فين تحت الاندوديرم، واعمل ايه؟ بريميتيف امبيريكال رين. حصل؟ طب اللي جدع بقى، هو ده اسمه ايه يا ولاد؟ امبيريكال كور. كل ما الامنيوتيك كافيتي يكبر اكتر، الامبيريكال كورد ده هيتكون ويتغطى بالامنيون. يا سلام، يبقى الامبيريكال كورد النهائي حضرتك بتلاقي فيه حواليه كده كفرنج من الامنيون. على فكره الامنيون مش بس بيغطي الامبيريكال كورد، لو دي البلاسينتا، ده اللي بيفهم، ده اي سطح في البلاسينتا يا اولاد فيه بلد، والسطح ده يبقى ماتيريال، ده انا كمان هروح اغطي الفيتال سيرفيس بتاع البلاسينتا. والله حلوه قوي للي بيفهم. اقرا بقى عندك، هنعمل الكافيتي ازاي؟ هيقول لك ان انت كان حضرتك عندك، بنقول عند اليوم الثامن اللي حضر معانا، قلنا ان بتكون كافيتي اسمها الامنيوتيك كافيتي ما بين الخلايا بتاعت الامبيريو بلاست، وخدنا حضرتك ان الكافيتي دي هتبقى ما بين ايبي بلاست والامنيو بلاست سيلز، والجنكشن ما بين الاكتوديرم والامنيون اسمه امنيو اكتوديرمال جنكشن، وقلنا ان مع الاكسبانشن كبر الكافيتي هيحصل فولدنج للجنين،
ويحصل بنترال شيفت بتاع الانيوديرمال جانكشن ناحيه الاندوديرم ونعمل فتحه الصوره الاوليه اسمها حضرتك قلنا بريميتيف امبيليكالي، قلنا معتبر الانيوتيك كافيتي اكتر الانيون يروح يحوط الامبيليكال كورد ويحوط الجزء بتاع البلاسينتا اللي تبع الجنين اللي اسمه الفيتال سيرفيس اوف بلاسينتا. اللي يقول لي ايه ده يبقى جدع، ده الكوريون اللي هو المفروض يبقى كام طبقه؟ ثلاثه. مع كبر الانيوتيك كافيتي في الشهر الثالث الانيون يروح يلزق في الكوريون ويسموهم انيوكورينيك ميمبرين. يبقى كل ما يكبر اكتر كل حضرتك ما بيعمل حاجه غريبه. اول ما كبر عملنا ال بريميتيف امبيليكال رينج، كبر اكتر الكافيتي عمل غلاف حوالين الامبيليكال كورد وبطل فيه تلسيرفس اوف البلازما، كبر اكتر الامنيون الغشاء راح لزق في الكوريون جدار حضرتك بنقول الكورينيك فيسيكل وسمينا الثلاثه مع بعض اقرا امنيوكورينيك ميمبرين. والله اللي يجاوب السؤال ده بيفهم. لو ده كده الجنين، انا اسف ده الرحم، يبقى ده عندنا الرحم، وهنا حضرتك بعد اذنك كده هنا الجنين في الحته دي كده، وده الامنيوكورينيك ميمبرين. والنبي هو في سؤال اللي بيفهم، هو الدي سي دي واحنا كنا مقسمينها كام جزء؟ ثلاثه جدع. اللي هنا كان اسمه دي سي دي واحد بزاز، واللي كان بيغطي الجنين كده كان اسمه كبسولات، واللي بيبطن بقيه حضرتك جدار الرحم كده كان اسمه بارايدا. اللي جدع بقى، بص يا كابتن، ده الجنين حواليه ميمبرين اسمه امنيو كوين، يبقى هنا ده مكان الامنيو كوينك ميمبرين اهو. الامنيو كوينك ميمبرين ده عمال يكبر مع كبر الجنين. اللي بيحصل بص، الميمبرين ده كل ما يكبر ينزل لتحت اكتر كده لغايه لما الميمبرين يلزق في الدي سي دي واحد ونملى كل الكافيتي بتاع اليوترس. اللي فاهم ده اليوترس والجنين اهو، ودي دي حضرتك الامنيوكورينيك ميمبرين اللي حوالين الجنين، التصاق الامنيون مع الكوري. حبيبي كل ده ما يكبر ينزل لتحت لغايه لما اللون الاخضر يلزق في اللون الازرق الديسيديو ونحتل كل مين؟ اليوترايت. حد فاكر ايه مصير كان الديسيديو كابسولاريس وبايتاس؟ بعد كده يحصل لهم فيوجن وجينيريا. شكرا. في بقى عندك عنوان ظريف حضرتك بعد اذنك، بعد ما خدنا اتعمل ازاي الامنيوتيك كافيتي، بس قبل ما اسيب الحكايه، واول ما كبر الامنيوتيك كافيتي عمل لنا ايه؟ لما ابتدى يكبر اكتر غطى على والديتال سيرفيس اوف، ولما كبر قوي لزق فين؟ وعملنا من ريس خلاص الكلام ده. انا كنت احفظها كده وانا فاضي. الاول حضرتك بعد اذنك لما يحصل اكسبانشن اعمل ايه؟ لما اكبر اكتر اقوم مغطي محوط الامبيريكال كورد واغطي الديتال سيرفيس اوف بلازما. اكبر قوي يا امنيوم الزق في الكوريون واعمل ميمبرين اسمه امنيو كوينيك، وبعد كده هيلزق في الديسيديو بارايتالس. في عندك عنوان بقى بيجي السؤال ده، عنوان ده سؤال اسمه امنيوتيك كافيتي فورميشن اند اكسبانشن. في سؤال اسمه امنيوتيك فلويد، هو الامنيوتيك فلويد ده عباره عن ايه؟ اقرا. ده عباره عن كلير ووتر فلويد، عامل زي الميه. عباره عن ايه؟ ترتيبه ايه؟ ميه، الكترولايت صوديوم وبوتاسيوم، بروتين، كربوهيدرات، ليبيد، فوسفوليبيد، ويوريا. تمام حبيبي، هو ايه اللي بيطلع السائل ده؟ الخلايا اللي اسمها امنيو بس طلع امنيو بلاست بتشارك بسيط في عمل هذا السائل. بص كده اقرا. السائل از برودوسد بارشلي جزئيا بالامنيو بلاست، انما برايمرلي حضرتك اوليا ده جاي من دم الايه؟ الام. يا اولاد الجنين هيبتدي يتكون عنده الكليه ويطلع بول، البول اللي هيطلع من الجنين هينضاف على الفلويد اللي اسمه امنيوتيك فلويد. هو الفوليوم بتاع الفلويد ومهم قوي التاريخ اللي عندك، اليورين يبتدي يدخل الامنيوتيك فلويد مع تكون كليه الجنين عند الشهر الخامس، بتيجي في الام سي كيو. هو كميه الامنيوتيك فلويد الطبيعيه ايه؟ بدءا من الاسبوع ال 37 لغايه ساعه الولاده، سواء كان الحمل 38 او 40 اسبوع، حبيبي الكميه الطبيعيه للسائل ده من لتر لتر ونص. لو زاد بقى اكتر من 2 لتر ده مرض اسمه بولي هيدرامونيز،
بولي يعني كتير، هيدرو يعني مية، اللي بالصفحة التانية. لو قال السائل ده عن 400 ملي بيسموها أوليجو هيدروليز، أوليجو يعني قليل وهيدرو يعني مية. هات لي بقى العنوان بتاع إيه؟ Functions of amniotic fluid، ده مهم قوي. يبقى احنا عرفنا تركيب الامنيوتيك فلويد ومين اللي عامله ايه فوايده. بص بقى نص صفحه محترمه. Early in pregnancy، في بدايه الحمل، في المراحل الاولى من الحمل، بستفاد ايه من الفلويد؟ يا عم بص، شوك ابزوربنت، يمص الصدمات عشان احمي حضرتك الجنين من الخبطات الخارجيه اكسترنال تروما. هيت انسيوليتور، عازل حراري عشان ما يتاثرش بدرجه حراره الام. اقرا كيب ذا فيتال تمبريتشر كونستانت. ثلاثة، امنع الادهيجن التصاق الجنين في جدار الرحم. أربعة، امنع الالتصاق ما بين اجزاء الجنين المختلف. عارف لو ما فيش سائل العيل ده ممكن الطرف الليمب بتاعه يلزق في الترانك بجذعه بالمنظر ده. اقرا الاربعة فانكشن ايرلي ان بريجنسي، انا كنت محفوظهم كده. شوك ابزوربنت، امص الصدمات. كيد انسيوليتور، عازل حراري. واثنين، امنع التصاق مع الرحم وما بين اجزاء الجنين المختلف. بصلي ليت ان بريجننسي، في نهايه الحمل بتعمل ايه؟ بسمح بحركه الجنين، ودي مهمه عشان المسل ديفلوبمنت. لو الجنين ما اتحركش جوه السبيس ده في السائل، حضرتك ايه اللي هيحصل؟ يبقى ما نزل عنده ضمور في العضلات، مسل اتروفي. يبقى ده مهم عشان المسل ايه؟ ديفلوبمنت. قلنا بدءا من الشهر الخامس الكليه هتتكون بتاع الجنين، ونحط جواه ايه؟ يورين. هيبتدي الجنين يبتدي يعمل سوالو للسائل ده الامنيوتيك فلويد، وده يعلمه هاو تو ساكل، ازاي يرضع عشان اول ما ينزل وياخد حلبة الثدي بتاع ام يرضع. يبقى هما ثلاثه، حركه للجنين عشان ماسل ديفلوبمنت، يورين اكيوميليشن، حضرتك سوالوينج اوف ذا فلويد. جينا بقى ساعه الولاده، هيفيدني قوي الممبرين ده اللي السائل ده هيفيدني في ايه؟ السائل ده طبعا انت عارف ساعه الولاده بيحصل حاجه اسمها يوتراين كونتراكشن عشان نطلع الجنين، والمفروض اليوتراين كونتراكشن دي حاجه طبيعيه، بس في ستات تلاقي حضرتك العيل خلاص محشور تحت في الحوض ومفيش طلق، مفيش يوتراين كونتراكشن، بيدوها حقنه اسمها اوكسيتوسن، يعني صح؟ عشان بيقولك تحمل طلق علشان حضرتك بعد اذنك تخلي يحصل يوتراين. طبعا اليوتراين كونتراكشن ده لو مفيش حوالين الجنين الميه دي هيحصل ايه؟ ممكن تاثر على الجنين، يعني تضغط على الجنين ويموت. يبقى اقرا كده ساعه الولاده بحمي الجنين من اليوتراين كونتراكشن. والنبي يا جماعه سؤال كده بعد اذنك، كل بص، هو انت عندك لو ده الرحم، بص لي كده بعد اذنك، طلع الاميون الكيس ده اللي محوط الجنين، كل بص كده معايا، بيبعت منه امتداد صغير كده. الكيس ده اللي حوالين الجنين اللي انت شايفه الكبير ده، بيبعت منه فور باج امتداد صغير كده. يعمل ايه ده؟ يوسع لي عنق الرحم، يوسع لي السيركس. يبقى ده اليوترس، ده السيركس، انا ببعت امتداد اسمه امنيوتيك ساك فور باك يوسع السيركس. واحنا بنعرف ان الست بتولد ازاي؟ حد يعرف؟ مش من الطلق، مش من يوتراين كونتراكشن. ما ممكن يوتراين كونتراكشن ولسه ما حصلش دايليتيشن للسيركس، لازم السيركس ده يفتح. الطبيعي ان السيركس لو الدكتور دخل صباع في الفاجينا في المهبل وصل للسيركس، الطبيعي ان السيركس ده يعدي صباع واحد بالعافيه. عشان نقول الست دي بتولد لازم الدكتور يعدي ثلاث او اربع صوابع في السيركس، معناها ان في سيرفايكال دايليتيشن. دي من علامات الولاده. تاني علامه من الولاده ايه؟ حد يعرف؟ الست تقول لك نزل عليا ميه، الميه دي رابتشر بتاع الفور باك، خلاص دي علامه ولاده. ده لو الست دي نزل عليها ميه وما حصلش ان الجنين نزل، يبقى ساعتها لازم بسرعه سيزيريان سيكشن، ان الجنين هيموت جوه، مفيش حواليه ايه؟ ميه. اليوتراين كونتراكشن هتاثر عليه. من علامات الولاده نزول نقطه او نقطتين دم، ايه الدم اللي بينزل ده؟ معناها ان البلاسينتا ابتدت تنفصل عن جدار الرحم. يبقى احنا بنعرف ان الست دي خلاص بتولد مش باليوتراين كونتراكشن، بايه؟ سيرفايكال دايليتيشن، حضرتك نزول ميه بتاع الفور باك بيفرقع بتاع الامنيوتيك، حضرتك ساك فور باك، وتالت حاجه نزول نقطه او نقطتين دم. اخر عند حضرتك فانكشن، هو السائل اللي نازل امنيوتيك فلويد ده سترايل بيبقى معقم عشان يغسل الفاجينا استعدادا لنزول مين؟ الجنين. اقرا الاربعه بتوع الولاده تاني، واحد بروتكت الجنين من اليوتراين كونتراكشن،
اتنين ببعت كيس صغير يوسع عنق الرحم سيرفايكال دايليتيشن. ثلاثة لما يتفقع الكيس ده ساين علامة ان الست دي بتولد لستارت اوف ليبر. اربعة ان حضرتك الستايل امنيوتيك فلويد يغسل الفاجينا قبل تعدية الجنين بيفور باسج اوف ذا فيز. طب احنا قلنا العينين اللي ممكن يحصلوا في الفلويد، حد فاكرهم؟ يبقى الفلويد فيه ثلاث عناوين، تركيبه واللي مطلعه. تاني حاجة الفانكشن ومتقسمة ثلاثة، early in pregnancy, late in pregnancy، اثناء حضرتك بنقول الايه؟ الولاده. في بقى الانوماليز العيوب او الابنورماليتيز بتاعه الفلويد. قلنا لما يبقى اكتر من 2 لتر اسمها ايه؟ على فكره الكتير برضه وحش، يضغط على الجنين وياثر على التكوين بتاعه وممكن يموته. ايه الاسباب بتاعه البولي هيدرامونز زياده السائل؟ قال لك في 35% من الناس مش معروف السبب. على فكره في ناس يبقى يعني مش معروف السبب. أي ان شاء الله لما توصل سنه 5 هتاخد عندك مادتين بس، بطنه وجراحه. في كل مرض لازم تلاقي اول سبب مكتوب فيه انونكوز او ايديوباتيك، يعني مش معروف سببه. يعني هيكتب لك اسباب بعد كده بس يقول لك ممكن ما يبقى ملوش سبب، مش عارفين ما قدروش يوصلوا. فلو سمحت 35% من الناس مش عارفين سبب ان زياده السائل ده. ممكن الست عندها دايابيتس، ماتيرنال دايابيتس. ممكن العيل ده عنده عيب خلقي، عنده ديك في المريض، المريض الاسوفيجاس في اتريزيا، حد يعرف ان اتريزيا مقفول يبقى مش عارف يبلع السائل، صح؟ فالسائل عمال يتراكم في الكبد. مش احنا لسه قايلين ان بنتنا من الشهر الخامس يا اللي بتنام الجنين بيبتدي يبلع السائل، وقلنا ده يعلمه انه يعمل صاكر. حبيبي العيل ده عنده عيب خلقي، هو في الرحم عنده الاسوفيجاس بتاعه مقفول، اتريزيا معناها ايه؟ مقفول، يبقى مش عارف يبلع السائل وبالتالي يتراكم في الكبد. عيل عنده عيب خلقي، عنده مشكله في تكوين السي اس اس، عنده جزء مخه ما بيتكونش اسمه انينكيفل، كيفل يعني دماغ او مخ، انينكيفل جزء ما اتكونش. طيب العكس بقى، لو عنده السائل كميته اقل من 400، طب هو السائل لما يبقى قليل يأثر ايه؟ يأثر عليه حاجه؟ ساعة الولاده اليوتراين كونتراكشن هيأثر على الجنين؟ بلاش، هيبتدي الجنين ما بيتحركش كويس وبالتالي يبقى ما عنده مسل قدو. تمام؟ في بداية الحمل هتلاقي بعد كده ابتدى الجنين يلزق في جدار الرحم ويلزق الأجزاء بتاعته ببعضيها. طب إيه الحاجة اللي ممكن تخلي السائل يقل عن 400؟ اقرأ كده عنده. رينال أجينيسيس. أيوة حبيبي، هو إحنا مش لسه قايلين المفروض إن الكلى لما تتكون اليورين بيدخل السائل؟ ما تكونش عند الواد ده غير، يبقى بالتالي كمية السائل ما بتزيدش. العكس، اتكون الجهاز البولي بس مقفول وبستراكتف، يبقى معناها ما بيطلعش اليورين. يبقى في الحالتين سواء ما فيش كليه اتعملت او في انسداد في الجهاز البولي، يبقى انا كده بقلل كميه السائل لان اليورين ده بيضاف على السائل. اخر بقى حاجه ودي اوحش حاجه، يفرقع الغشاء ده قبل الولاده. قال لي ما انت قلت لي ببعت. اه يا بابا انت بتبعت كيس صغير عشان يوسع السيرفايكال كانال، انما لو الغشاء كله بقى فرقع قبل الولاده بمده، قبل بدايه اليوتراين كونتراكشن اللي بيسموها بريماتيور رابتشر اوف ذا ميمبرين، ودي احد اسباب الولاده قبل ميعادها، بريترم ليبر. مش هستنى بقى على الست، هقلب مدى النورمال ليبر ولاده طبيعيه سيزيريان سكشن. وعلى فكره نو كوز كود بي ايدنتيفايد. لا مش لازم دلوقتي يوصلوا، هو ممكن يفقع الكيس ده قبل انقباض الرحم ازاي؟ هشوف بعديها. يبقى ده من اسباب البريترم ليبر. يبقى انا عندي الانوماليز عندي ثلاثه، كميه اكتر من 200 اولي، كميه اقل من 400 اوليجو، فرقعت الكيس كامل قبل بدايه اليوتراين كونتراكشن بريماتيور رابتشر اوف ذا ميمبرين. انا بيتهيألي ان البلاسينتا والامنيوم، وهتشوف دلوقتي الامريكان كوردولوكسك مبنيين على الكلام اللي احنا خدناه في بدايه الحصه والحصه اللي فاتت. ايوه انا عايز اسمع بعد اذنك السؤال. ها بس على فكره بيبقى بيرميبل، بيعدي يستاهل، انما هو كغشاء بيفقع قبل الولاده. يلا حبايبي الناس اللي باصه معايا، في عندنا عنوان اسمه الامبريكال كورد. الامبريكال كورد ده لا انا ليه نفس الرسم خلاص. بالنسبه للامبريكال كورد، بص لي يا كابتن، بالنسبه للامبريكال كورد اولا ده بيجي سؤال، امشي ورايا كده في عناوين الامبريكال كورد يا باشمهندس. اولا امبريكال كورد تعريفه ايه؟ ده كورد حمل ما بين الجنين، الجنين اهو، والبلاسينتا، ادي واحد.
العنوان الثاني حبيبي عايزين نعرف المورفولوجي يعني التركيب والطول تمام بتاع والاتاتشمنت ده اسمه على بعضه مورفولوجي. يعني ايه مورفولوجي بالعربي؟ وصف. هو ماسك اف ايه؟ لو حد يقول انا ماسك الفيتال سيرفيس بتاع البلاسينتا نير السنتر مع بطن الجنين فينترال اسبيكت اوف الابدومينال وول. ما الصوره لو مؤاخذه موجوده من قدام في الانتيريور ابدومينال وول. فانا ماسك الفيتال سيرفيس بتاع البلاسينتا نير السنتر حضرتك بي ال فينترال اسبيكت اوف ابدومينال وول. طوله قد ايه؟ 50 ل 60 سم. مهمه دي عم عماد سالتنيش ليه؟ لان في عيال عندهم عيب خلقي الكورد ده قصير شويه. طب والكورد ده ما يبقى قصير هيضايق الجنين؟ هيحد من الحركه وممكن مع الحركه بتاع الجنين وهو قصير يقعد يشد في البلاسينتا لغايه ما يعمل لها سيبريشن. ما قلتش كلام غريب؟ ده لو قصير يبقى حركه الجنين هتبقى محدوده. ده لو قصير والجنين بيتحرك جامد ما انا ماسك في البلاسينتا ممكن اشدها واعمل لها سيبريشن وافصلها عن جدار الرحم. يبقى العيل ده مات. طب ولو الحبل ده طويل اكتر من لازم يلف حوالين رقبته ويخنقه. بصوا تحت في اخر الصفحه في اتنين ابنورماليتي او انوميلي. هتلاقي واحده اسمها الشورت كور وده بيعمل ليميتيشن للحركه بتاع الجنين. وعلى فكره حضرتك بعد اذنك لو انت لونج كور ممكن تعمل انسيركن تلف حوالين رقبته وتخنقه. حلو. اللي بعده هو تركيب الحبل ده ايه؟ يا عم حد يسالني. الحبل ده عباره عن الاتي. هو فيه امبيليكال فيسلز. المفروض كله يبص دول اتنين امبيليكال ارتريز والمفروض فيه اتنين امبيليكال فيسلز. اليمين هيختفي والشمال هو اللي هيفضل. تمام. في ايه تاني جوه هنا؟ هو حضرتك في الامبيليكال كورد ده في عندنا حضرتك حاجه اسمها النقط البنفسجي وارتن جيلي. دي مادة كده الجيلاتينية بتشوفها واحد اسمه وارتر. دي جاية منين؟ من الميزوديرم بتاع الكونكتنج ستوك. فاكرين الكونكتنج ستوك؟ دي الحتة من الميزوديرم اللي ما كانش بيدخل فيها. كنت راسمها هنا اهي. بص كده كان في عندك هنا اهو حاجة اسمها شايف؟ هنا كان في اكسترا امبريونيك ميزوديرم اهو في الحتة دي كده اهو. وكان في هنا حضرتك للناس اللي صاحية الاكسترا امبريونيك سيلوم. وقلنا ان الحته من الاكسترا امبريونيك ميزوديرم اللي ما بيدخلش فيها السيلوم دي كان اسمها كونكتنج ستون. يا كابتن حبيبي الكونكتنج ستون دي الحته اللي ما فيهاش السيلوم دي هتعمل لي الجيلي اللي حضرتك موجود جوه الامبريكال كورد اسمه الوارتن. اللي جدع ايه ده ومش هتلاقيه مكتوب دلوقتي كمان شويه يتقال دول فيترلاين فيسلز. عارف يعني ايه فيترلاين؟ قال لي لا يعني تبع الجوت الامعاء بتاعتك. دول اسمهم فيتلاين. دول ارتريز وبينز بتوع الجوت. ايه الضغط دي يا اولاد؟ طب حد يقول اسمها فيتلاين اللي بتوصل الميت ضغط بال ديفينيتيف يو. بس الكلام ده مش مكتوب هيتقال دلوقتي كمان شويه. اللي مكتوب عندك دلوقتي اللي بيعرف يقرا مكتوب ايه؟ مكتوب اثنين امبريكال ارتريز واحد امبريكال فين امبيدد موجودين في وارتن جيلي. ومين الاسود ده اللي مغطي على الكود؟ ام ده بيتكلم باختصار لسه هيبتدي يشرح. مكتوب عندك فانكشن اللي انا خلصته ده على فكره كان مورفولوجي الوصف اتاتشمنت والطول والايه وحضرتك بعد اذنك الاستراكشر جوه في ايه. طيب بص لي بقى الفانكشن بتعمل ايه يا كود؟ قال لك انا بعمل حاجتين. ده الامبيديكال فيسلز جوايا في امبيديكال فيسلز ليه؟ عشان نقل المواد الغذائيه والغازات ما بين الجنين وما بين البلاسينتا. ليك فايده ثانيه اسمح بالفري موبيليتي بتاع الجنين. اقرا كونتين امبيليكال فيسل عشان ترانسميشن بتاع النيوترون انجازز ما بين الام او البلاسينتا حضرتك والجنين الفيتس والو فري موبيليتي اوف ذا فيتس. طيب بعدي بثلاث مراحل لو الكلام ده صعب انت نايم. بريميتيف امبيليكال رين بريميتيف امبيليكال كورد ديفينيتيف امبيليكال كورد. اسمع وتقول انا فاهم يا جدعان. الجمله دي اتقالت النهارده لما طفحناها مع الاكسبانشن اوف امنيوتيك كافيتي. هيحصل فولدنج للجنين وشفت حضرتك للامنيو اكتوديرمال جانكشن عشان اعمل فتحه الصوره الاوليه اسمها بريميتيف. حد يقول لي الرينج فيها ايه عشان انا مش شايف؟
حضرتك في الكونكتنج ستوك وفي الالمتويس وفي الامبيريكال فيسلز وفي البيتال لاين فيسلز وفي البيتال لاين دكت. الاسماء دي مش انا خلاص. تاني في هنا اهو الكونكتنج ستوك النقط البنفسجي في الالمتويس امبيريكال فيسلز بيتال لاين فيسلز والبيتال لاين دكت. حلو قوي. طب خش في العنوان اللي بعده كده من فضلك. بريميتيف امبيريكال كور ايه اللي حصل؟ يا رب نبص حبيبي احنا هنيجي حضرتك مع كبر الاميوتيك كافيتي اكتر ودي قلناها هيجي نعمل غلاف حوالين حضرتك بنقول محتويات الرينج ونسمي ده بريميتيف امبيريكال كور. هي هي بس اللي حصل ان لما كبر قوي دوت الاميوتيك كافيتي واحنا جايين عاملين غلاف حوالين الحاجه اللي داخله وخارجه من الرينج فسمينا ده الكور. يبقى الرينج وده الكور. يا رب نبقى فاهمين. نقول تاني لما ابتدى يكبر الاميوتيك كافيتي عملنا ايه؟ لما ابتدى يكتر اكتر يكبر اكتر عملنا غلاف حوالين محتويات الرينج سميناها بريميتيف. طب ايه اللي جوه البريميتيف امبيريكال كور؟ هم محتويات الرينج. سود عليهم حاجتين يكسر ديفينيتيف. وحضرتك وانت جنين تجويف بطنك ضيق. اسمع دي حلوه قوي. في حته من الانتستين تقوم حضرتك سايبه البطن بتاع الجنين وتنزل في الامبيريكال كورد اسمها انتستاينال لوب. وده بيحصل عند الاسبوع السادس. تاني وانت جنين تجويف بطنك ضيق والامعاء عماله تتكون تكبر وتطول ففي حته من الامعاء وانت جنين تسيب حضرتك البطن وتعدي من الرينج وتنزل في الكور اسمها انتستاينال لوب. احفظ التاريخ عند الاسبوع السابع. دي هرميه طبيعيه بتحصل عندنا كلنا وهتفتكر ان ده مرض اسمها فيسيولوجيكال امبيليكال هرميه. لازم تعدي من الرينج عشان تنزل جوه الكور بس مش مكتوبه في الرينج ليه؟ عشان دي عند الاسبوع الايه؟ يعني خلاص بقى بعد الرينج راح اتكسر. طيب ديفينيتيف بقى يا رب نبص كده. اخر حاجه في الامبيريكال كورد ايه اللي هيحصل؟ عند الشهر الثالث الوادي الجنين بطنه من جوه وسعت فالانتستاينال لوب ايه؟ تبقى. طب لو ما رجعتش نسمي دي كونجينيتال امبيريكال هيرنيا او اومفالوسي. الواد ده يتولد عنده حته من الامعاء جوه الحبل السوري بتاعه. دي مش هرميه طبيعيه ده مرض. هنلاقي اخر جمله في الصفحه كونجينيتال امبيريكال هيرنيا او اومفالوسي فيليير فشل الانتستاينال لوب انها ترجع تاني لتجويف بطن الجنين عند الشهر الثالث. على فكره اللي نايم نزول الامعاء دي في الاسبوع السادس في الرينج وفي الكورد الاولي ده طبيعي. رجوعها المفروض يبقى عند الشهر الثاني. فيلير انها ترجع تجويف البطن تاني هيبقى اسمها مش فيسيولوجيكال يبقى اسمها كونجينيتال امبيريكال هيرنيا او اومفالو سي. طيب الناس اللي جدعه الاثنين امبيريكال ارترز هيفضلوا. طب ماذا عن مصير الفينز؟ الرايت يختفي والليفت يرجع. طب والواتن جيلي ده مين اللي عامله يا اولاد؟ الميزوديرم بتاع الكونكتنج ستوك اهي الحته دي اللي ما دخلش فيها السيلو. على فكره بيحصل اوبليتريشن انسداد في الالانتويس وحضرتك بنقول فين؟ في الفيتلاين داكت. الداكت مولون ازرق ديه خلاص وفي الجزء بتاع الفيتلاين فيسلز اللي بره جسم الجنين لان الجزء بتاع الفيتلاين جسم فيسلز اللي جوه جسم الجنين هتعمل الشرايين والاورده بتاع الجات او الجي اي تي. اقرا عندك كده بقى الديفينيتيف تاني اقرا. ريتيرن عند الشهر الثالث بتاع الانتستاينال لوب جوه بطن الجنين. تاني حاجه اوبليتريشن لحاجات معينه هتتقفل الانتولز الضغط اللي بتوصل ما بين اليوكسك الديفينيتيف والميد جات الفيتلاين الجزء بتاع الاكسترا امبريونيك اللي خارج جسم الجنين من الفيتلاين اللي هيفضل هو الجزء الانترا امبريونيك هيعمل الجاد فيسل شرايين والاورده بتاعه الامعاء او الجهاز الهضمي. حبيبي اتنين امبريكال بين اليمين يفضل اليمين يختفي ديجنريت والشمال يفضل اخيرا
الورد جيلي هيتعمل من ميزوديرم اوف كونكتنج ستون. انا عايز اسمع ثلاث كلمات بسرعه مع الاكسبانشن بتاع الكافيتي شويه والفنترال شيفت للانيو اكتوديرمال جانكشن، ايه اللي هيتعمل؟ رينج. مع كبر الانيوتيك كافيتي اكتر محتويات الرينج هتتحوط بغلاف من الانيو، اسمي ده بريميتيف امبيريكال كورد. محتويات البريميتيف كورد هي نفس محتويات الرينج بس بنزود ديفينيتيف يوكسات والانتستاينال لوب تنزل عند الاسبوع ديفينيتيف بقى عند الاسبوع عند الشهر الثالث اللوب دي ترجع البطن. هي نزولها اسمها ايه؟ السيولوجيكال امبيريكال هيرنيا. عدم رجوعها اسمه ايه؟ الكونجينيتال امبيريكال هيرنيا او انفالو. حبيبي هيحصل اوبليتيشن لثلاث حاجات. الانتولز الخط الازرق بيطلع لي الضغط الازرق والاحمر بيطلع لي الفيس اللي بره جسم الجنين. مين الفين اللي هيفضل ومين اللي هيختفي؟ ليفت يفضل ورايت يختفي. والورتنجيلي تتعمل من ميزوديرم وكونكتنج انوماليز. انا خلصت منهم ثلاثة قريتهم، واحد قصير، اثنين طويل، ثلاثة نزلت ما رجعتش الانتستاينال لوب يبقى كونجينيتال امبيريكال هيرنيا. اقلب في عيوب في الاتاتشمنت بتاعت الكورد كلها يا جدعان ومش ختام على البلاسينتا. المفروض امسك في انهي سيرفيس؟ في تنين السنتر. لو مسكت حضرتك في البلاسينتا بمنبرين يبقى اسمي فيلامنتس. لو مسكت في المارجن بتاع البلاسينتا يبقى اسمي مضرب تنس باتل دور. هو اثنين ارترز على فكره، واحد يمين والتاني المفروض الاثنين يفضلوا. اقرا ممكن يحصل ديجنريشن لواحد والتاني حضرتك بعد اذنك ايه يفضل. طيب بصوا حبايبي، الكورد ده لو طويل ممكن يعمل لي مشكله. كل بص الكورد ده لو طويل ممكن يلف على نفسه كده، يسموا دي عقده حقيقيه ترو نوت نقطه نقطه يعني عقده. طب دي مشكله طبعا جوه في امبيريكال فيس اللي معيش الجنين. لو حصل ان ده لف على نفسه وعمل عقده يبقى ساعتها عمل استراكشر للامبيريكال فيس فالجنين ده يموت. في بقى عقده كاذبه. كل بص الكورد ده طويل لدرجه ان هو تورشوس كده بس العقد دي مش حقيقيه، يعني الامبيريكال فيسلز جوه مش اوبستراكتد وبالتالي مفيش انتربشن مفيش اي قلق او اضطراب للبلاد فلو الدم اللي داخل وخارج من الجنين. يبقى العقد هترمي فين؟ يا حقيقيه ومعناها ساعتها الكورد لف على نفسه وعمل عقده خنق الامبيريكال فيسلز يبقى الجنين ده يموت. ممكن لما يبقى الامبيريكال كورد طويل قوي يحصل فيه تورشوسيتي كده يبقى ملولو ومموج بس دي مش هتاثر على الامبيريكال فيسل ولا الجنين هيموت مفيش انتربشن في البلاد فلو. عايز اسمع الانوماليز. لو طويل هيحصل ايه؟ حضرتك قلنا ان لو طويل هيخنق الجنين يلف حوالين البلد. طب لو قصير؟ حضرتك بعد اذنك هيحد من حركه الجنين ممكن يعمل سيبريشن للبلازما. طب لو حضرتك بعد اذنك قلنا ان انت نزلت وما رجعتش كونجنتال امبيريكال هيرنيا. طب لو واحد من الاثنين ارترس فضل والثاني اختفى يبقى واحد ديجنريتد والثاني موجود المفروض الاثنين يفضلوا. طب لو انت في مشكله في الاتاتشمنت بتاع الكورد يا اما امسك بميمبرينز يا اما امسك بالمارج. اخيرا العقده يا حقيقيه يا كذب. مين اللي بيتموت الجنين؟ حقيقيه. خلص الامبيريكال كورد هات لنا يكسب. عرفت ان القصه كلها مبنيه على حصه امبارح والحته بتاعت الفولدنج اللي في بدايه الحصه، بعد كده الباقي سهل. بص يا كابتن اليوك ساك. الناس اللي باصه معايا عندنا اليوك ساك، عينك معايا هنا لو سمحت. ايه اليوك ساك ده؟ واحد والله بيفهم رد عليا رد حلو. قال لي بص يا دكتور هو مش ده كان اسمها بلاستوسيست؟ قلت له اه. الناس مع اذنك بتتكلم. كان الكافيتي بتاع البلاستوسيست ده اسمه بلاستوسيل. شكرا. هيغير اسمه يبقى يوكسك. يبقى اليوكسك عباره عن ان الكافيتي بتاع البلاستوسيست اللي كان اسمه بلاستوسيل هيغير اسمه يبقى اسمه يوكسك. اصل انا هيبقى بقول لك اني بعدي بكام مرحله وحشه في حقك. ثلاثه برايمري سكندري وديفينيتيف. اسمع البرايمري بيتعمل ازاي؟ عند اليوم الكامل فلات سيلز من الهايبوبلاست اسمها هيوسرز ممبرين تروح تعمل لاين للبلاستو سيل. حصل؟ تمام.
سكندري. عند اليوم التاسع والعاشر ايه اللي حصل يا اولاد؟ عند اليوم حضرتك بعد اذنك سوري يا اسف عند اليوم ال 11 وال 12 ايه اللي حصل؟ جيل جديد من الخلايا من الهايبو بلاس يروح حضرتك يعمل لاين للمندرين ده اللي اسمه ميوسر وسمينا ده سكندري. هو السكندري يكسك حجمه الاول يبقى كبير وبعدين يظهر في حته منه تسقط الحته اللي هتسقط دي يسموها اكزوسيلوميك سيست. ايه ده يا اولاد والنبي عشان انا مش شايف ده امتداد من الكودا الفارد اوبليوكسات في الاكسترا امبريونيك ميزوديرم بتاع الكونكتيف ستوك اسمه الان جزء حبايبي اللي هيقول لنا الديفينيتيف يبقى جدع جزء من حضرتك اليوكسان مع الفولدنج بتاع الجنين يتشفط انكوربوريتد جوه جسم الجنين ونسميه ضغط. هنسمي اللي جوه تانية الراس فور واللي جوه تانية الديه هاي واللي ما بينهم مين اللي تفضل متصله بالديفينيتيف يوكسان بحاجه اسمها الفيتلاين ضغط. دكتور وش السكندري اللي هو 13 السكندري؟ اه 13 13 طيب ماشي السكندري عند اليوم ال 13 معلش يبقى نقولهم بقى تاني ها برايمر عند اليوم الايه؟ ايه؟ بس احنا عملنا الاول ايه؟ التاسع الاول الثامن عملنا امنيوت الكبد صح؟ ماشي؟ وحضرتك يوكسات ماشي؟ امتى يبقى اسمه برايمر يوكسات؟ عند اليوم التاسع والايه؟ والعاشر. كان ايه اللي بيحصل؟ يوسرز من جرين. طيب عند اليوم بعد كده رقم 11 عند اليوم اسمه 13 هنعمل جيل جديد من الخلايا من الهايبو بلاس تمام؟ وبعديها قلنا حضرتك ده بقى اسمه سكندري قلنا هيقع منه جزء يحصل له ريدكشن ان سايز وبعد كده قلنا ان احنا بنبعت امتداد من الكودال بار الميزوديرم بتاع الكونكتنج ستوك اسمه الانتويس. اخر نقطه بقى حبيبي لما يحصل فولدنج الجزء حضرتك بتاع اليوكسات في حته منه يحصل لها انكوربوريشن جوه جسم الجنين نسميها ضغط والجزء اللي بره جسم الجنين يبقى اسمه ديفينيت ويفضل متصل بالميت ضغط عن طريق ضغط اسمها ايه المصير قلنا اليوكسات الديفينيت والضغط حجمهم يقل ريديوس ان سايز ويختلف. اخر نقطه ايه فايده اليوكسات؟ يبقى اليوكسات في فورميشن برايمري وسكندري وديفينيتيف ودي عندنا فوائد. ايه فوائد بقى اليوكسات؟ واحد قلنا بنعمل الضغط اثنين قلنا الالانتويس دي هتدخل في عمل جزء من المثانه البوليه اليورينري بلادر ثلاثه هي الخلايا دي اسمها ايه يا اولاد؟ لا بشاور عليها دي اي بي بلس. في بعض خلايا الاي بي بلس بتهاجر وتروح للكودال بارت بتاع اليوكسات عارف دي اللي هتعمل ايه؟ الخلايا الجنسيه الاوليه برايمورديا جيرمز سمعناها امبارح في اول الحصه اللي هو لو انت ميل اسمها سبرماتوجونيوم ولو فيميل اسمها اوبوم يبقى الخلايا الجنسيه الاوليه اللي بعد كده هتعمل لنا سبرم وتعمل لنا اوبوم عباره عن خلايا من الايبيبلاست هاجرت وراحت للجزء الكودال من اليوكسات ودي اللي هتعمل لنا البرايمورديال جيرم سيلز او سيكس سيلز ادي كده ثلاثه. حبيبي الميزوديرم اللي موجود عندنا حضراتكم بنقول في الجدار بتاع اليوكسات يعني معلش بعد اذنك لو ده اليوكسات احنا اتفقنا ان هنا في ميزوديرم اسمه اكسترا امبريونيك. الميزوديرم اللي موجود في الجدار بتاع اليوكسات ده بيعمل لنا حاجه اسمها البلاد سيلز ايرلي ان بريجننسي بيعمل خلايا دمويه. اخر حاجه قلنا هو الفيتالاين فيسلز دي مصيرهم ايه؟ الجزء الاكسترا امبريونيك ديجنريت الجزء الانترا امبريونيك اللي يعملوا الشرايين والاوردة بتاعت الضغط. عايزين نسمع خمس فوائد لليوكسات. اعمل ضغط. الانتويس ده يعمل حضرتك بنقول جزء في اليورينري لا خلايا الايبيبلاست الحجر وتروح لجزء الكودال من اليوكسات اعمل برايمورديال سيكس سيلز. أربعة قلنا الميزوديرم اللي موجود في الول بتاع اليوكسات يعمل بلاد سيلز ايرلي ان بريجننسي الاكسترا امبريونيك بارت بتاع الفيتالاين ديجنريت الانترا امبريونيك هو اللي يهمني ده يعمل الشرايين والاوردة بتاعة الضغط. اليوكسات ده الكبد اللي بيحل محل ايه؟ بلاستو سيل. تعدي في كم مرحلة؟ أول مرحلة اسمها اللي هي يوسرز
ميمبرين، بعدين ابطل اليوسر ده فجاه سكند جزء منه يقع، بعد كده الجزء اللي اتشفت يبقى طب واللي اتبقى ديفينيتيف. حبيبي ايه مصير اليوك سات الديفينيتيف والطب؟ حجمهم يقل ويختلفوا كام فانكشن؟ فورميشن اوف طب بارت اوف يوريجن بلاد بلاد سيلز برايمورديال جيرم او سيك سيلز واخيرا الجات فيسلز اند ارترز اند فيلز. خلص الفيتال ميمبرينز، ادي بلاسينتا، ثم حضرتك بعد اذنك خدنا الاميون، ثم خدنا الامبيليكال كورد، ثم اليوكسات. اللي جايه بقى حاجه بسيطه قوي اسمها فيتال بيريود. هو احنا كنا ابتدينا بالاسبوع الاول بتاع الحمل، حصل فيه ثلاث حاجات قبل كده، فيرتلايزيشن كليفج اند مايجريشن بلاستوفيس فورميشن. طب الاسبوع الثاني كان حصل وخدنا دي ايفنتس بتحصل في الاسبوع الثاني. الاسبوع الثالث ابتدينا بعمل حاجه اسمها بوينت وبيلاي، وبعدين قمنا عاملين بعد كده حضرتك جاسترو كان يعني جاسترو ليش لابنا الجيرم ديسك حلو قوي قوي البريونيك ديسك. بعد كده حضرتك خدنا من الاسبوع الرابع للاسبوع الثامن ليه اسمين قد ما كده امبريونيك بيريود او بيريود اوف اورجانو جينيسيس. كان ايه اللي بيحصل فيها؟ الثلاثه جيرم دي بيبتدوا يدونا ديريفيتيفز اوف اكتوديرم، ديريفيتيفز اوف انترا امبريونيك ميزوديرم، ديريفيتيفز اوف اندوديرم. حبايبي النهارده بقى في مرحله جديده اسمها ايه؟ اسمها الفيتال بيريود. تمام؟ سوري انا اسف، الثانية كان اسمها امبريونيك صح؟ دي فيتال بيريود. دي من بداية الأسبوع التاسع لغاية الولادة. هيحصل إيه؟ التيشو والأورجان تبتدي يحصل لها ماتيوريشن، نضوج بقى. ويحصل حضرتك رابل بادي جروث، الجسم يبتدي ينمو سريعا. بص بقى، إحنا لما بنيجي بنقيس الجنين طوله، يا إما نقيسه وهو قاعد، يا إما نقيسه وهو واقف. نشد كده ونبص مع بعض بعد إذنك الرسمة. يبقى احنا عندنا بنقيس حضرتك طول الجنين، يا اما وهو قاعد يسموها سيتنج هايت، يا اما وهو واقف يسموها ستاندنج هايت. في حاجه اسمها كراون رامب لينس وحاجه اسمها كراون هيل لينس. كراون رامب دي يعني ايه؟ يعني من الفيرتكس اعلى نقطه في الجمجمه لغايه الباتوك المقعده. طب والكراون هيل معناها ايه؟ يعني من الفيرتكس لغايه الكعب الهيل. النبي مكتوب عندكم كده شويه حاجات معلومتين دول مهمين، اللي هم بدءا من الاسبوع ال 37 لغايه الولاده مكتوب عندك الكراون رامب لينس وهو قاعد الى 35 الى 36 سم، والوزن بتاعه ان جرام بيبقى 3000 ل 3400 جرام، يعني تقريبا 3 او 3 كيلو ونص. تمام؟ ماشي. طيب حجم راس الجنين بالنسبة لحجم جسمه، قال لك عند الشهر الثالث دي عاملة حضرتك بنقول الراس نص حجم الجسم. طب عند الشهر الخامس عاملة التلت. طب عند الولادة عاملة ربع حجم الجسم. خلاص ده اسمها الريليشن بتاعة السايز اوف هيد تو ذا بادي. تمام؟ في عندك شويه كلام كده سهل يقول لك في بقى اكسترنال فيتشرز تشينجز، تغيرات خارجيه بقى في الجنين. يبتدي بقى وش الجنين ياخد شكل البني ادمين هيومن لوكينج، والاطراف اللينكس بتاعته تبقى طويله عند الشهر الثالث. اكسترنال جينيتاليا الاعضاء التناسليه الخارجيه ما تقدرش تعرف ان دي ميل ولا فيميل، ده تيستس ولا حضرتك بعد اذنك ما فيش تيستس الا عند نهايه الشهر الثالث. يبقى ما بنقدرش نقول ده ميل ولا فيميل فيتس الا عند نهايه الشهر الثالث لما يبتدي يعمل ديفرنشيشن تميز ليه حضرتك الاكسترنال جينيتال. في شعر بيغطي جسم الجنين يبتدي يظهر عند الشهر الرابع، تلاقي العجانين دايما بتبقى جسم بتغطي بشعر سموه لانوكو هير. في عندك ماده كده فاتي بتغطي جسم الجنين في الشهر الخامس بيسموها فيرنكس كازيوزا. الجنين يفضل جسمه مكمش جلده لغايه نهايه الشهر السادس اللي لسه ما اتكونش فات تحت الجلد absence of subcutaneous fat. لو هو ميل التستس مش هتنزل جوه السكروتم الا جاست قبل الولاده. يبقى دي شويه external features changes تغيرات.
هتلاقي عند الشهر الثالث يبتدي وش ياخد شكل البني ادمين والاطراف تطلع. استبنا الجينيتاليا تبقى ديفرنشيتد ديتستس ولا حضرتك مفيش تستس. يبقى مثلا الاستبنا الجينيتاليا بتاع الجنين. عند الشهر الرابع يبتدي حضرتك جسمه يتغطى شعر اسمه لالوجو هير. شهر الخامس يبتدي جسمه يتغطى ماده فاتي جنس كازيوزا. شهر السادس يبتدي بقى يظهر ان الجلد بتاعه مش رينكل. قبل لغايه نهايه الشهر السادس هو جلده رينكل مجعد مكرمل عشان ما عندوش سبكيوتينيوس فات. اخر حاجه لو هو ميل التستس تنزل السكروتم عند الشهر جاست قبل الولاده. مكتوب عندك امتى الام بتحس بحركه الجنين؟ في موفمنت ار كليرلي ريكوجنايز ابتداء من الشهر الخامس. تبتدي يخبط بقى وتحس بحركه. قبل كده ما بتحسش بالحركه. بالنسبه قلنا للتايم اوف بيرث ميعاد الولاده او مده الحمله، انا قلت لك لو هتحسب من اول يوم في اخر دوره 280 يوم يعني حضرتك 40 اسبوع، لو هتحسب من الفيرتلايزيشن 266 يوم يعني حضرتك بنقول 38 اسبوع. في عند حضرتك سؤال نظري مهم قوي، الكلام اللي انا قلته ده عمره ما جه نظري بتاع الفيتال بيريو خالص. السؤال بقى اللي جاي مهم قوي كوينز. بص يا استاذ الفاضل، بالنسبه لحضراتكم بعد اذنك هنا عندنا ليج التوينز. بص يا استاذ الفاضل، اولا انت عندك كلمه توينز معناها ان بنطلع اكتر من بيبي، giving birth to more than one baby. والتوينز حاجة من اثنين، مقسمها لك عنوان اسمه دايزايجوتيك وعنوان اسمه مونوزايجوتيك. كاتب لك في كل حاجة سببها ايه؟ والإنسيدنس معدل الحدوث ايه؟ وبعدين حضرتك بيوصفك الشكل بعد كده هيبقى عامل ازاي؟ أولا دايزايجوتيك ده عبارة عن ايه؟ قال لك ان الدايزايجوتيك ان الست دي ما طلعش عندها درافيان فانت فوليك الواحده طلعوا اثنين. لما فرقعوا طلعنا اثنين سكندري اوبوسايت جالهم اثنين سبيرما عملوا لهم فيرتلايزيشن. يبقى المفروض كل دوره بيطلع فيها درافيان فوليك الواحده. في ستات يطلع عندها اثنين يفرقعوا يحصل اوفيوليشن عند دول كام؟ نطلع اثنين سكندري اوبوسايت يبقوا فيرتلايز باثنين سبيرما. حلو كده؟ معدل الحدوث بتاع الدايزايجوتيك ده الموست كومن من 0.7 ل 1.1%. الاثنين اخوات دول التوينز هيبقوا حضرتك بعد اذنك مش ايدنتيكال ان شيب، مش شبه بعض. وعلى فكره كل واحد فيهم هيعمل امبلانت لوحده، يعني حضرتك بيتغرز لوحده، يعني ليه الاميون بتاعته والكوريوم بتاعته والبلاسينتا بتاعته. السكس بقى ممكن يبقوا زي بعض، السكس يعني الاثنين ميل او الاثنين في ميل، ممكن يبقوا ديفرن سكس واحد ميل والتاني في ميل. تعالى هنا بقى المونو. المونو ده ايه بقى؟ المونو ده بيحصل حضرتك ماشي مشكله في الايه بقى؟ في الجنين. هيحصل ساعه لما يبتدي حضرتك بنقول الفيرتلايزد اوفر، الفيرتلايزد بايله المخصبه دي ممكن يحصل فيها ايه؟ تنقسم. يبقى ده هنا هو حضرتك بيحصل مشكله في الفيرتلايزد اوفر، بيحصل لها سبليتنج تنقسم عند مراحل النمو المختلفه. قال يعني ايه عند مراحل النمو المختلفه؟ اقول لك انا ايه ده. الموريولا اتقسمت لاثنين، عارفين الموريولا بقى في اثنين بلاستوسيست، ما هي الموريولا دي بعد كده اللي هتحول الى بلاستوسيست. يبقى انا موريولا اتقسمت اثنين، بقى في عندنا اثنين موريلا اثنين بلاستوسيست، بقى في عندي اثنين اجنة. على فكرة دول كل واحد ليه الاميون بتاعه وليه حضرتك الكوريون والبلاسينتا بتاعه. طب تعالى هنا بقى ايه اللي حصل؟ اللي حصل حضرتك هنا هو الاتي، هيحصل سبليتنج. سبليتنج لمين؟ هو مش كان في حاجة اسمها انر سيلماس؟ الانر سيل ماس اللي هي امبيريو بيحصل سبليت للانر سيل ماس، فهي بلاستوسيست واحده بس فيها حضرتك اثنين انر سيل ماس. الناس اللي جدع، انا عندي اثنين اجنه كل واحد فيهم عنده الكيس اللي حواليه اميون بس عندهم كومان كوريون ان بلاسينت. بص دي بقى، هو احنا الجنين اسمه امبريونيك ايه؟ ديسك.
هنا بيحصل سبليت ليتس، يبقى هي بلاسينتا واحدة بس فيها اتنين امبريونيك ديسك. انا عندي اتنين اجنة مشتركين مع بعض في كل حاجة، حواليهم امنيون واحد وكوريون وبلاسينتا واحدة. على فكرة التلاتة دول بتوع اشكال المونوزايجوتيك دول بيبقوا ايدنتيكال ان شيب اند سيكس، يعني زي بعض في الشكل وفي الجنس. عايزين بقى نقارن اللي انا قلته لو سمحت. في حاجه اسمها دايزايجوتيك ومونوزايجوتيك. مشكله الدايزايجوتيك ايه؟ اثنين جرافيا فرقعوا اوبيوليت طلعنا اثنين اوبيوليت كل واحد فيرتلايز سبيرم، اصبح في عندك اثنين اجنه مختلفين عن بعض. خد بالك في المونوزايجوتيك بيحصل ايه؟ فيرتلايز الاوفم البويضه المخصبه بيحصل لها يا اما في مرحله الموريلا بقى في اثنين موريلا، يا اما حضرتك بعد اذنك الانر سيل ماس بقى هنا في اثنين انر سيل ماس، يا اما حضرتك الامبريونيك ديسك بقى في اثنين امبريون. مين الموست كومن؟ دايزايجوتيك. معدل الحدوث من 0.7 ل 1.1 في المونو كام؟ 0.3 ل 0.4%. اسمع لو سمحت، هنا عندنا في اثنين اجنه كل واحد بيعمل انفلانت لوحده ودول مختلفين في الشكل، ممكن يبقوا في سيم او ديفرنت سيكس، كل واحد دي الامنيون والكوريون و معلش انا اسف مش هنا مش هوريك، كل واحد دي حضرتك الامنيون بتاعه والكوريون ويل لازم الثلاث اشكال دول بتوع المونو زايجوت. يا رب حد يقول لي الموريولا اتقسمت بقوا اثنين، بقى كام بلاستوسيست؟ اثنين. هنا الانر سيل ماس اتقسمت باثنين، بلاستوسيست واحده بس جواها اثنين انر سيل ماس. هنا الامبريونيك ديسك اتقسم بقى اثنين، بلاستوسيست واحده بس اثنين امبريونيك ديسك. اللي جدع هنا كل جنين للامنيون والكوريون والبلاسينتا، هنا كل جنين للامنيون بتاع بس عندهم كومن كوريون وبلاسينتا، هنا حضرتك الاثنين ليهم امنيون واحد وكوريون وبلاسينتا. ايه الانوماليز؟ انكمبليت سيبريشن بتاع الديسك، يعني الديسك ده لما جه يتفصل الاثنين ما حصلش كومبليت سيبريشن، فاصبح الاجنه فيوز لازقين في بعض يسموها فيوز او سيامس. لو لزقوا في منطقه الراس يسموها كرينيو بيجز، لو لزقوا في منطقه الصدر وراكو بيجز، لو لزقوا في منطقه الحوض فايو بيجز. هل الفصلان بتاعهم سهل؟ يعتمد على مكان الالتصاق والاورجانز اللي كومن. يعني في منطقه الصدر لو ليهم قلب واحد طب هنعمل ايه؟ لازم نضحي واحد فيهم خلاص. في بقى مشاكل تانية للتوينز زي ما ولادة قبل الميعاد بري تيرم ليبر، ينزل العيل حجمه صغير، تلاقي واحد حجمه كبير شوية والتاني حجمه صغير يسموها لو بيرث ويت، أو واحد فيهم يضغط على التاني فيموت، ففي هاي مورتاليتي ريت. يبقى خد بالك ساعات تلاقي الاتنين نازلين مش في نفس الحجم، ساعات ممكن واحد يضغط على التاني ولسه بيتكون، فمعدل الوفيات يبقى عالي. بص بقى يا استاذ الفاضل، في عند حضرتك صفحه كده تعالى نقراها مع بعض، في حضرتك كده عشان ايه تسلي نفسك. بص يا استاذ، في عندك عنوان اسمه بير ديفكت. اكتر اسمع يا كابتن، ده كلام ده عمره ما دي سؤال خالص يجي ام سي كيو مثلا كومبليت. بص، اكتر جزء حساس في تكوين الجنين هو في منطقه الامبريونيك بيريو اللي احنا قلنا من الاسبوع الرابع للثاني، اللي هو انك تكتب من الثالث للثاني. بص بقى، في حاجات بتاثر على تكوين الجنين بيسموها انفايرومنتال فاكتور او تيراتوجين. بص دي بتختلف اكوردنج لمرحله التعرض للفاكتور ده وكميه الفاكتور والمده، يعني الحاجه اللي انا تعرضت لها دي كان وقتها امتى في تكوين الجنين والمده اللي اتعرضت ليها قد ايه والكميه قد ايه. اول حاجه انفكشوس ايجنت، حاجات معديه، فيروسز زي الحصبه الالمانيه جيرمن ميسلز، سايتوميجالو فيروس ده الفيروس اللي بيكبر الخلايا، هربس ده ريسيلا اللي هي بالعربي الجدري، والاتش اي بي اللي هو الايدز هيومن اميونو ديفيشنسي فيروس، بكتيريا زي السيفلس، السيفلس ده المرض اللي هو الايه؟ اللي هو الزهري اللي بينقل عن طريق الاتصال الجنسي، بارازايتس دي طفيليات زي التوكسوبلازما، التوكسوبلازموس ده مرض طفيليات بتنقل عن طريق قطر من القطر وبتؤدي الى ابورشن اجهاض. في عندنا راديشن اشعاع،
ionizing radiation X-ray بيقتل الخلايا بتاعتنا اللي بتعمل proliferation. بعدين طب ايه اللي يخلي ام الحامل تتعرض لإشعاع؟ واحدة ست شغالة دكتورة أو ممرضة بتتعرض للإشعاع لأنها بتشتغل في الريديو دايجنوزيس في الأشعة. بلاش واحدة ست حامل وجالها كانسر ولازم تاخد ريديو سيراب يعني إشعاع. أصبح إيه اللي يخلي ست حامل يروح فزاكها؟ أكيد في حاجة أكبر. بعد كده في عندنا drugs and chemicals الأدوية بقى والحاجات الكيميائية أغلبية الدرجز وخاصة في أول ثلاث شهور حبيبي الكحول والست بتشرب خمور وطبعا الستات اللي بتشرب سجاير نيكوتين. في بقى حاجات خاصة بالأم وحاجات خاصة بالأب. بالأم congenital malformation يعني إن عرضة العيل يتولد عنده عيد خلقي أكتر 3-4 مرات الجنين الأوفسبرينج اللي بيجي من أم عندها السكر. أيودين ديفيشنسي عارف الأيودين ده؟ واحدة ست ما بتاخدش ملح الملح ده واللي فيه الأيودين العيل بيتولد عنده كريتينيزم عارف دي روح يعني كريتينيزم؟ كسل الغدة الدرقية. الغدة الدرقية ما بتطلعش الهرمون بتاعتها لأن في عندك عكس الكريتينيزم حاجة اسمها ما أعرفش اسمها كانوا ولا توكسيك جويتر اللي هي الغدة تبقى نشيطة وبتطلع إفرازات مسممة. اللي كانت عند أم كلثوم، أم كلثوم كان عندها غدة درقية مسممة من ضمن أعراضها جحوظ العينين، العين تبقى بارزة عشان كده كانت بتغني بالليل ولابسة نظارة سودة. هدول اللي أنا أول مرة أعرف إنها لابسة نظارة سودة ليه؟ ما علينا. حضراتكم الستات المتينة وبيس ماذر العيل ممكن حضرتك يتولد عنده نيورولوجيكال ديفكت. البريجننت ماذر اللي هم اكتر من سن 40 كل ما الست حضرتك سنها يبقى يقرب من ال 40 او اكتر دي ممكن تدي العيل اللي عنده داون سندروم. داون سندروم اللي هو مونجوليزم. بص الناحيه الثانيه في الجدول اللي قدامه في عندك مشاكل في الكروموزومات على حسب النمبر او حسب التركيب. نمبر في حاجه اسمها اوتوزومال يا كابتن وحاجة اسمها سيكس. احنا اتفقنا هما الكروموزوم كام؟ 46. الكروموزوم بتوع الجسم كام؟ 44. والتانيين اللي هما السيكس 2 يا اما اكس اكس يا اما 45. اقرا بقى والنبي مشكلة اللي عنده داون سندروم البلهي المغولي مونجوليزم ايه؟ ده اسمه ترايزومي 21 داون سندروم او مونجوليزم. عنده كروموزوم زيادة رقم 21 تمام؟ وبالتالي اصبح الكروموزوم النمبر بدل ما هو حضرتك بنقول 46 ماشي حضرتك هيبقى 45 بلس اكس اكس او اكس واي على حسب مين ولا بمين. قلت لك تيجي في الجامعه ولا عنده داون سندروم مشكلته في انهي كروموزوم 21. انا شلت رخي موجود في الكتاب مش مهم دكتور شيل فاهمي لما كان بيشرح في المحاضرات قال لك انا عايز اسم المرض اسم الكروموزوم اللي سبب المرض بس خلاص. عايز تقعد تحفظ كلام زياده في الكتاب دي حاجه ترجع. طيب بيقول لك السبب هنا حصل نقص ديسجنكشن للكروموزوم 21. كلمه ديسجنكشن يعني انفصال. كلمه نقص ديسجنكشن عدم حدوث انفصال يعني الدراعين فضلوا لازقين في بعض. ارجع لي بقى تاني لو سمحت للجدول الشمال. الامهات اللي عندهم سيانوتيك هارت ديزيز حد يعرف ايه سيانوتيك هارت ديزيز؟ أم عندها ثقب في القلب. بص كده كابتن القلب اهو المفروض القلب نصين النص اليمين بيقصي والنص الشمال بيقصي. اللي بيفصل النص اليمين عن الشمال سيبتم حاجز ما بين الاثنين اتريا وما بين الاثنين ممكن الأم يبقى عندها ثقب في القلب وبالتالي دم من الديوكسي بتاع اليمين بيروح في الناحية الشمال يبقى الاورطه كده بتضخ دم ميكس اوكسوي. طبعا الست دي بتلاقي في زرقان في جسمها علشان ساينوز يعني لون ازرق عشان الدم اللي رايح للجيش وفي جزء دي اوكسجينيت. طبعا ده لو الست حامل والدم بتاعها اللي بيضخ للجيش دي اوكسجينيت يبقى هيأثر على تكوين الجنين. طيب بيقول لك الناس اللي عايشه في الاماكن المرتفعه يقول لك ما اعرفش 40 قدم في سطح البحر نسبه او كميه الاكسجين بتبقى قليله. اقرا يبقى الناس اللي بيعيشوا في الهاي التيتيود بيبدوا دايما بيرس بيخلفوا سمول انفانت سايز يعني العيال اللي بيولدوا حجمهم صغير عشان نقص الايه؟ الاكسجين. طيب هايبر ثيرميا درجه الحراره من افكت نيوريوليشن لو الست دي عندها درجه حراره مرتفعه يعني بيجي لها انفكشن وحرارتها عاليه وهي
هي حامل ممكن يأثر على النيو نيوريليشن تفكير السنترال نيرفس سيستم ده كان من ديريفيتيفز اوف الاكتودر او ممكن يحصل حضرتك طبعا لما تأثر عليه يعمل انينكيفالي يعني يأثر على تكوين جزء في المخ او سباينال بيفيدا حضرتك يعني سباينال بيفيدا اقول لك انا بص كده انا بتاعي عملت امبارح تركيب الفقره كابتن الفقره قلنا عباره عن بادي وايه وفي الارش في سباين حبيبي ممكن ما يتكونش السباين ويبقى حضرتك اجي السباينال كورد بالمينينجيس منهم للشارع يعني من ورا مش مقفول عليهم بعض عضلات وجلد يسموه دي سباينال بيفيدا يعني الشوكه مشقوقه يعني ما اتكونتش شوكه وبالتالي يبقى عنده من ورا هنا مفيش عظم قافل على السباينال كورد جاست السباينال كورد من ورا متغطي مفيش سباين بمسلز اند سكين اسمها سباين بيفيدا يعني اكن الشوكه مشقوقه. طيب الحاجات بقى اللي ممكن تبقى خاصه تبع الاب وتعمل مشاكل في الجنين يقول لك exposure to chemical and radiation لو الأب بقى بيتعرض لكيميكالز أو radiation advanced age السن الكبير ممكن يؤدي إلى كروموزومال ديفكت خلل في الكروموزومات ويخلي العيل يتولد بأمراض زي الداون سيندروم يعني مش لازم كله من ناحية الأم ممكن الأب يبقى برضه ليه مش عنده عامل في المشاكل اللي بتحصل في تكوين الجنين. تعالى نكمل بقيت بقى كروموزومال abnormalities. احنا خدنا أول حاجة العدد وخدنا في الاوتوزومز اللي هما بيكونوا الجسم ترايزومي 21 ترايزومي 13 15 17 او 18 الارقام دي بتاع كروموزومز سكس كروموزوم كلاين فلتر سيندروم تحفظ الاسم والرقم 44 بلس اكس اكس واي هنا حصل عدم انفصال لاكس كروموزوم تيرنر سيندروم نم الجنشن او بالاكس كروموزوم اثناء الديفيجن يا اما بتاع الميل او الفيميل جميل يبقى انا عايز اسامي العدد يا اما مشكله في الاوتوزوم يا اما في السكس اوتوزوم مشكلتي في كروموزوم 21 اسمي ترايزومي 21 اسمين كمان داون او مونغوليزم ممكن ترايزومي تبقى في الكروموزوم رقم 13 15 17 او 18 السكس كروموزوم في مرضين كلاين فلتر وفيرن تمام كلاين فلتر كام 44 بلس اكس اكس واي ده لما مكتوب فيها كام الكتاب تبنا والنبي زود لي جنبها 44 بلس اكس 0 عشان دي ما اتكتبتش عندي تبنا سيندروم اكتب جنبه 44 بلس اكس 0 يعني اكس واحده ماشي يبقى 44 بلس اكس اكس واي ده ايه كلاين فلتر ترنال هتكتب ما بين قوسين ايه 44 بلس اكس 0 طيب حضرتك ممكن بقى التركيب في الاستراكشر مش في العدد بص يا باشا هتلاقي حضرتك في حاجه اسمها كرايدوشا سيندروم ده في عندك بارشال ديليشن بيحصل ديليت جزئي للارم القصير في كروموزوم رقم 5 طبعا الكروموزومز في ارم لونج وارم شورت ده عنده مشكله ان في حته بتتشال يحصلها ديليشن في الشورت ارم بتاع كروموزوم رقم 5 في حاجه اسمها انجلمان سيندروم ده بارشال ديليشن في الكروموزوم رقم 15 بس اني ارم لونج قول لي بقى كده بسرعه سمعت كروموزومز ايه اللي فيهم مشكله 21 يعمل لي ترايزومي 21 مونغوليزم او داون سيندروم ممكن تبقى مشكله فيه 13 15 16 13 15 17 او 18 طيب بعد كده خدنا في حاجه اسمها كلاين فلتر دخلت 44 بلس اكس 0 طب ترنا 44 بلس اكس 0 طب لو واحد عنده مشكله في الشورت ارم بتاع الكروموزوم 5 كلاين دوشا سيندروم طب لو عنده مشكله في الارم الطويل بتاع كروموزوم 15 حضرتك انجلمان سيندروم كلمتين في الاخر كده ازاي نمنع ان الجنين يبقى فيه مشكله ندي للام صوت املاح وميه فيها الايودين اليمينيت نستبعد الديفورميتي العيوب اللي ممكن تنتج من الكريتينيزم تمام ده يخليني حضرتك ان انا كده لما اديها ميه وفيه الملح والكلام ده يبقى العيل ما يكونش عنده كسل في الغده الدرقيه
في حاجه اسمها فوليك اسيد اسمعنا بتتاخد من الام الحامل بتقلل ان يبقى في مشاكل في النيومال تيوب وتقلل لو في درجه حراره عاليه ماشي اللي هو الابنورماليتيز اللي ممكن تحصل الست تتحاشى انها تاخد الكحول او الدراجز في المراحل الاولى من الحمل. بالنسبه للبرينيتال دايجنوزز ازاي نعرف ان الجنين ده عنده مشكله؟ الست بتعمل سونار بناخد منها عينه ونحلل حاجه اسمها الفا فيتو بروتين. على فكره الالفا فيتو بروتين ده بيعلى ساعه الانفلاميشن لما يبقى فيه التهاب او لما يبقى فيه كانسر. حبيبي امنيوسينتيسيس ناخد عينه من الامنيوتيك فلويد ونحللها عشان لو في خلايا ميته سلامب فيتال سيلز. ناخد عينه من الكورينيت من اللاي ونحللها عشان نشوف لو في مشكله في الجينات. كل ده يدل لو في فيتال مال فورميشن. الحمد لله لسه الساعه 12 ونص مش هنحتاج حاجه بعد الصلاه. ناخد الموضوعين اللي باقيين لنا في الجيزز ونتكل على الله. اللي عايز يتكل دلوقتي اهلا وسهلا. عايز يقعد يسمع الجيزز انا قدامنا نص ساعه 12 بالظبط انا ما بخلصش.